معي صباح الخير. قطرات الندى، لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. يا صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا وبيتابعونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا بسنت. صباح الخير عليك يا شاذلي، وصباح الخير على كل المشاهدين. الحياة عامة مواقف أو أيام صعبة وأيام حلوة، وفي عز ما الأيام ساعات بتبقى صعبة والدنيا ضلمة مش شايف حاجة ومش شايف نور، ساعات كتيرة بتظهر لنا كده حاجة من العدم بتحسسك إن الدنيا لسه بخير، واحد كده يقدم لك يد العون في حاجة معينة فتحس إنه إيه ده، الله هو في كده. ساعات تبقى ماشي على الدائري وعربيتك فجأة تعطل فتلاقي 100 واحد ينزلوا ويساعدوك، أو مثلا تبقى جديد في الشغل ومش عارف حاجة وتلاقي ناس كتيرة بتحاول تساعدك، اللي بيعلمك حاجة جديدة واللي بيبعت إيميل بدلك عشان يقول مثلا لمديرك إنه أنت هو فاهم وعارف فبيعلمك وبيخليك أحسن، أو مثلا تبقي بتطبخي وفي حاجة كده من مكونات الأكل ناقصة فتخبطي على جارتك وتديكي الحاجة اللي ناقصاكي فتعملي الأكلة وتطلع حلوة. في حاجات كتيرة قوي 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 بتخلي يومنا أحسن وتحسسنا إنه الدنيا لسه بخير وإن إحنا يعني عايشين في حياة حلوة وكويسة وإن الحياة مش ضلمة، وده بيرفع من معنوياتنا وأكيد أكيد أكيد بيخلينا نحس إنه نقدر نأدي أحسن في يومنا ونعمل أحسن، بالذات لما نحس إن إحنا حوالينا ناس جدعان وكويسين، وده في الحقيقة ميزة من ميزات المصريين معروفين عنهم. يعني انت في ناس كتيرة قوي بتتكلم عن جدعانة المصريين، لكن تعال شوف بقى على أرض الواقع الجدعانة دي موجودة قوي قوي قوي. تبقى بتكتب على فيسبوك أنا إزاي أقدر أصيف بألف جنيه وتلاقي 100 حد بيقولك كذا طريقة وتروح فين وتاكل إيه أسبوع بحلو بألف جنيه، ومواقف كتير قوي قوي عن جدعانة المصريين، ولا إيه شاذلي؟ طبعاً كلام مظبوط، يعني مش محتاج جدال او كده. يمكن من كام يوم يا بسنت كنت بتفرج على اليوتيوب، من الحاجات الواحد بيقعد سهران بالليل كده فبيقلب اليوتيوب، فظهر قدامي فيديو بيتكلم عن جدعانة المصريين. ده خلاني دخلت على هاشتاج اسمه جدعانة المصريين وعلى فيسبوك عشان اشوف مواقف المصريين سواء جوه مصر او بره مصر. فالحقيقة لقيت مواقف كتيرة جدا بتقول ان المصري عنده في جيناته حاجة كده اسمها الجدعنة، ودي مش موجودة عند ناس كتير، مش موجودة عند شعوب كتيرة بالمناسبة. انت بتعمل مواقف جدعة مع ناس في مصر انت ما تعرفهمش، ومع ناس بره مصر مش من ديانتك مش من جنسيتك ما تعرفهمش، في مسافات بينهم وبين بلدك قد كده، لكن انت بمجرد موجود هناك بتمثل بلدك فبتعمل مواقف جدعانه. فبتلاقي ناس كلها بتتكلم عن جدعانه المصريين. المصري الجدع اللي بينصر دايما المستضعف، لو شفنا راجل غلبان او حد غلبان حد بيفتري عليه او بيجي عليه بنلاقي دايما واحد مصري كده شهم جدع جه وقف قال له انت بتكلمه كده ليه، انت بتعمل معاه كده ليه، بيقف موقف جدعانه. دي جدعانه المصريين. بره مصر يمكن مع بدايه فيروس كورونا في 2020 كان في موقف عمله شاب مصري عنده 34 سنه، شاب يعني ما فيش جدعانه كده في الدنيا، راجل عنده محل خضار وفاكهه وقت ما كورونا ضربت العالم كله طبعا، وكان الوضع صعب جدا في ايطاليا. الراجل ده قال ان اي حد محتاج فاكهه او خضار من عنده ومش قادر، لان طبعا الظروف الصحيه كانت صعبه وبالتاكيد الظروف الماديه ايضا كانت صعبه، ممكن ياخد الحاجات دي مجانا. انتوا استقبلتوني من 10 سنين ودلوقتي جه وقت رد الجميل. شفنا بنشوف كتير مواقف بقى جوه مصر، تلاقي واحد عامل العربيه بتاعته يكتب عليها مجانا لكبار السن، مجانا للمصابين بالسرطان اللي رايحين مستشفى 57 357. ولسه من كام يوم الله يرحمه عم زازه كان عامل بيت كامل جنب المستشفى لما شاف الناس واللي هم ما يعرفهمش بالمناسبه، لكن بييجوا عشان اولادهم بيتعالجوا في المستشفى، فالراجل قرر انه يوظف بيته كامل كام دور عشان يخدم أهالي الأطفال عشان يلاقوا مكان يباتوا فيه. وبالمناسبة ما كانش مكان فقط، لا ده كان بيعملهم أكل كمان. مواقف كتير جدا بتحكي عن جدعانة المصريين، لو دخلتوا على جوجل أو على الفيسبوك أو على اليوتيوب وكتبتوا جدعانة المصريين هتلاقوا مواقف كتيرة جدا.
لسه برضو يمكن كنا من كام يوم في صباح الخير يا مصر كان معانا فقرة مهمة جدا بتتكلم عن مدرسة معمولة في ميلانو في إيطاليا اسمها مدرسة نجيب محفوظ. المدرسة دي بتدرس المواد المصرية والإيطالية في نفس الوقت، لكن الشاهد في الموضوع أنه بنتكلم عن المواقف الإنسانية. المدرسة دي برضو في نفس التوقيت بتاع عز أزمة فيروس كورونا في بدايته في إيطاليا عملت مواقف كويسة جدا وكانت بتدعم المصابين بكل ما تملك من إمكانيات. دي جدعنة المصريين وده مش جديد علينا ومش هيتغير. فعشان كده احنا سؤال حلقتنا النهاردة بيقول حد غريب، لانه طبعا انت عارف احنا دايما لما بنعمل خير مثلا مع حد من الجيران، معرفة حد قريبك اخوك، ده طبيعي يعني، لكن لما حد غريب يعمل معاك موقف جدعنة، ده سؤالنا الموجود النهاردة على صفحتنا. خلونا نروح نشوف بسنت تحكي لنا كده موقف جدعنة حصل معاها من حد ما تعرفوش. بصراحة يا شاذلي انا ما قعدت افكر في السؤال، لقيت ان انا مريت بمواقف كتيرة جدا 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 في وقت كنت زي ما قلت في اول الحلقة انه في ايام بتبقى ساعات صعبة وساعات ايام مش كل ايام بتبقى حلوة، في ايام ساعات انت بتبقى نفسيا مش احسن حاجة، رجلي في وقت اتكسرت وكنت نفسيا مش مبسوطة قوي، لكن فعلا كنت كل ما بمشي في الشارع كنت بشوف الناس ما تعرفنيش، الف سلام عليكي، محتاجه حاجه، اللي يفتح لي الباب، اللي مثلا ابقى مستنيه حاجه يدوني كرسي، لو انا بعمل اي حاجه ماشيه كنت بعكاز وقعدت فتره بعدها كانوا يفتحوا لي البيبان يقعدوني، كل يعني انت مش فاهم يعني كل الناس بقى الف سلامه، ناس اعرفها او ما اعرفهاش. لكن اكتر موقف بصراحه انا شخصيا عجبني جدا واثر فيا كان من واحدة ست أنا معرفهاش، كنت في الشارع وأنا كنت غلطانة إن أنا في حفرة ما شفتهاش أنا وقعت فيها، ده غلط يعني بس بالعربية أنا سايقة. ففي الحقيقة الموضوع كان صعب يعني كان لازم العربية تتشل بونش، ست وقفت لي ووقفت الشارع كله تقريبا عشان خاطر تساعدني وهي اللي جرتني بعربيتها، وفي الحقيقه هي اتصرفت معايا بموقف بطولي وهي كانتش مضطره خالص تعمل ده، ممكن تمشي ممكن تستنى انه حد يجي يساعدني المرور او اي حاجه، لكن هي صممت ان هي تفضل معايا عشان ما بقاش بنت لوحدي ملوك الجدعنه وسط ولاد كتير. فانا رجاله ستات انا وعايزه اقول لك على حاجه، انا من لخمتي ما لحقتش اشكرها، فاتمنى لو كانت بتشوفني دلوقتي انا بشكرك. فده سؤالنا بقى الموجود دلوقتي على السوشيال ميديا على فيسبوك، منتظرين اجاباتكم اللي هنستعرضها اكيد في خلال الحلقه. احكي لنا عن موقف جدعنه حصل معاك بس من حد غريب، هنقراها كومنتس بتاعتكم على مدار الحلقه اكيد. بنصبح على حضراتكم من جديد، صباح الخير يا مصر. قبل ما نبدا اخبارنا وفقراتنا لصباح الخير يا مصر النهارده نصبح على منا طمنا على حاله الطقس وجاوبنا على سؤال حلقه النهارده، موقف حد جدع عملوا معاها وهي ما تعرفوش. صباح الخير عليك يا منى. صباح الخير عليك يا شاذلي. صباح الخير عليك يا فسان. طبعا المصريين كلها جدعانه، وزي ما انت كنت بتقول ونانسي عجرم كمان بتقول ملوك الجدعانه، ودي حاجه في طبعهم. احنا الامهات يا شاذلي ما بينفعش معانا يومنا ما بيتزقش كده غير بجدعانه الناس الغريبه، يعني احنا بيبقى عندنا تفاصيل كتير قوي مع الاطفال، فبجد ستر ربنا وجدعانه الناس هي اللي بتخلي اليوم يعدي وبتخلي اليوم يخلص كده مع بعض. صدقني يعني الامور ما بتمشيش كده، كل واحده معاها طفله او اتنين او يمكن كمان اكتر بيبقى عندها تفاصيل كتير في يومها، من مذاكره لتمارين لاماكن مختلفه، ممكن تبقى مطالب انها تبقى موجوده في اكتر من مكان في نفس الوقت وتوصل في اكتر من مكان في نفس الوقت وتتابع كمان في نفس الوقت، ده ما بيمشيش غير بالتنسيق يا اما بقى مع الجارات او الصحبات او حتى يعني نعتمد على ان احنا نسيب حد للحظات مع طفل لغايه لما نشوف التاني. فطبعا الجدعانة مع الأمهات دي أكتر حاجة ممكن تكون بتخلي اليوم يخلص والأمور تبقى طيبة إن شاء الله. خلينا بقى نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة في أحوال الطقس النهاردة. الطقس هيكون معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وفي شبورة مائية الصبح على الطرق المؤدية من وللقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ده غير ان في فرص امطار خفيفة على السواحل الشمالية ووسط سيناء. درجة الحرارة في القاهرة النهارده 20 درجة، اعلى درجة حرارة هتكون في اسوان 26 درجة، والاقل هتكون في كاترين 15 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد قليل، لكن خلينا على طول نتحول للمرور.
ظهرت معانا الخريطة دلوقتي الخاصة بالقاهرة. قبل ما نبتدي جولتنا عايزين نقول إن غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بتتابع حركة السيارات أعلى المحاور والميادين بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق. كمان بيتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة لرصد أي كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق طبعاً لرفع أي معوقات مرورية سواء حوادث أو أعطال. ربنا يسلم طريقكم جميعاً. نبتدي مع بعض على طول من القاهرة. هنشوف مع بعض طريق الكورنيش اللي جاي من ميدان المؤسسة. هنلاقي فيه بعض الكثافات المرورية البسيطة، واللي رايح لغاية عبد المنعم رياض برضو هيلاقي بعض الكثافات. لو كملنا لطريق الكورنيش اللي جاي من المعادي هنشوف كثافات مرورية بسيطة عند شارع القصر العيني للمتجه للتحرير، وهنلاقي كمان كثافات متحركة على الكورنيش من المعادي وصولا لمناطق وسط البلد. ولو بصينا بقى من عند أثر النبي لغاية القصر العيني وقدام وزارة الخارجية ومسبيرو هلاقي برضو بعض الكثافات البسيطة. شارع رمسيس لو خدناه وصلنا لغاية العباسية ومحور النصر كل ده ولغاية ما نوصل للمنصة هنلاقي كمان بعض الكثافات، وشارع عباس العقاد والطيران، وهنلاقي طبعا أماكن غلق الإشارات بالميادين منها ميدان التحرير وروكسي وهشام بركات. كل ده هنلاقي فيه بعض الكثافات المرورية البسيطة لغاية دلوقتي. لو بصينا بقى على كوبري اكتوبر المتجه لمناطق الاسعاف ورمسيس هنلاقي سيوله مروريه، واللي هيكمل اعلى الكوبري في اتجاه مناطق غمره والعباسيه ومدينه نصر هنلاقي بعض الكثافات المروريه. اما بقى لو بصينا على محور صلاح سالم المتجه لنفق المرغني ومصر الجديده هنلاقي ما فيهوش اي مشكله وفي سيوله مروريه. نروح مع بعض للجيزة اللي بتبقى عادة أكثر ازدحاماً بسبب أعمال الإنشاءات اللي موجودة في أكثر من مكان. هنبتدي من شارع الهرم اللي بيشهد طبعاً ظهور للكثافات اللي هتزيد مع دخول ساعات الذروة الصباحية بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية لإنشاء محطة مترو، اللي أول ما تنتهي الوضع هيختلف تماماً وهيبقى فيه سيولة مرورية شديدة كمان. لو لقينا بعدها بقى كملنا هنلاقي بعض الكثافات بمناطق مشعل وكثافات في شارع العشرين ولغاية الطلبية، وهنلاقي كمان كثافات متحركة للمتجه لكوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق ولغاية العشرين. هنلاقي كمان بعض الكثافات على محور صفة اللبن للمتجه للدائري وصولا لشارع السودان. هنلاقي كمان كثافات مرورية في المنطقة دي. طبعا عندنا بديل هو محور عرابي اللي بننصح بالتوجه إليه. لو بصينا بقى هنلاقي كثافات بسيطة في محيط ميدان النهضة ولغاية ما بنوصل لبين السرايات وشارع النيل السياحي بسبب أعمال إنشاء نفق ميدان النهضة. نروح القليوبية والطريق الزراعي اللي جاي من القاهرة بيشهد سيولة مرورية، لكن طبعا هنلاقي كثافات مرورية بتظهر من الساعة 5 فجرا قبل مطلع الدائري بحوالي 3 كيلو، وبعدها بنلاقي بعض الكثافات قبل ميدان المؤسسة. لو بصينا على الطريق الزراعي للمتجه لبنها وكفر شكر هنلاقي حالة من الانتظام المروري والسيولة المرورية للمتجه لمحافظات الدلتا من خلال الطريق الدائري. هنبص هنلاقي بعض الكثافات البسيطة قدام اللي جاي من منطقة المرج ومؤسسة الزكاة ولغاية منزل الطريق الزراعي. عندنا طريق تاني بديل بننصح بيه طريق شبرا بنها الحر. نروح لأسوان اللي عادة ما بيبقاش فيها أي كثافات مرورية تقريبا. هنوصل هناك ونبتدي من ميدان السادات لشارع كورنيش النيل هنلاقي سيولة مرورية تامة وانت ماشي على طول الطريق. قد تجد بعض الكثافات المرورية عند منطقة الفنادق وبعدها التمركز ده مش هيبقى موجود وهنلاقي سيولة مرورية تامة. إجمالا احنا لسه بدري فما فيش كثافات مرورية شديدة. هيكون عندنا أكتر من تحديث مروري على مدار الحلقة نتكلم فيه أكتر. نرجع على طول لشاذلي وباسنت نبتدي معاهم فقراتنا وأخبارنا. صباح الخير عليكم وصباح الخير عليك يا شاذلي ويا باسنت من جديد. ميرسي ليك يا منى. شكرا ليك. النهارده عندنا مجموعه من الاخبار والموضوعات والفقرات اللي بتهم حضراتكم، لكن خلونا كالعاده نبدا بالاخبار اللي حصلت امبارح واللي اهمها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول ايجيبتس 2022، وكمان حضر جلسه حواريه حول وضع رؤيه موحده لتحول الطاقه بافريقيا وجهود مكافحه تغيير المناخ بالقاره، وقال انفقنا 400 مليار دولار لتحقيق حاله الرضا للمواطن في مصر. وكمان السيد الرئيس استقبل جون كريستمان رئيس مجلس إدارة شركة أباتشي الأمريكية وبرنارد لوني الرئيس التنفيذي لشركة بريتش بتروليوم بي بي،
ورئيس الوزراء كشف عن توجيهات السيد الرئيس للإسراع في تنفيذ المجتمعات الخدمية الحكومية. وإيه تاني يا شاذلين؟ يكون معنا كمان يا بسنت متابعة الدكتور مصطفى مدبولي جهود تطبيق منظومة تراخيص البناء الجديدة وملف التصالح في المخالفات، بالإضافة إلى متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق اللي بتنفذها وزارة الإسكان، وكمان تقديم مجلس الوزراء تقرير للبرلمان حول برنامج الحكومة من يوليو 2018 ولحد يونيو 2021. هيكون معنا كمان نفي الحكومة وقف إرسال الرسائل لمتلقي الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا، وأخبار أخرى بدايتها هتكون مع بسنت. شكرا لك يا شاذلي. امبارح سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد افتتاح النسخة الخامسة لمؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول إيجيبتس 2022، وده أكبر وأهم تجمع دولي وإقليمي لصناعة البترول والغاز في شمال أفريقيا والبحر المتوسط. المؤتمر كان فيه مشاركة دولية كبيرة من وزراء البترول والطاقة ورؤساء الشركات العالمية والمنظمات الدولية للبترول والغاز وخبراء الصناعة البترولية. على هامش فعاليات معرض إيجيبتس 2022، شهد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي امبارح جلسة حوارية حول وضع رؤية موحدة لتحول الطاقة بأفريقيا وجهود مكافحة تغير المناخ بالقارة. تكلم سيادة الرئيس عن التجربة التنموية في مصر وقال صرفنا 400 مليار دولار خلال 7 سنوات عشان نوصل لحالة الرضا عند المواطن في مصر. إذن عشان نتكلم على أفريقيا فيما يخص مؤتمر المناخ القادم، أنت سألت سؤال مهم قوي في الآخر، قلت أنت بتتوقع أو تتمنى المؤتمر يخرج بإيه؟ فهو قال أنا بضيف بقول قرارات موضوعية متوازنة وعادلة حتى لا يدفع الأفارقة مرتين فاتورة الظروف اللي مروا بيها. ما ينفعش البنية الأساسية للقارة الإفريقية عشان تتعمل، وأنا هنا بتكلم عن تجربة مصرية خالصة خلال ال7 سنين اللي فاتوا عشان توصل لحالة الرضا اللي تديها للمواطن في مصر. أنا بتكلم صرفنا ما يقرب من 400 مليار دولار. بالمناسبة في أي وقت من الأوقات كنا بنحاول نعمل إصلاح اقتصادي حقيقي كان المواطن المصري ما عندوش استعداد يتجاوب معانا، لكن لما وجد النتائج والآثار بتاعة البنية اللي أنا بتكلم عليها دي تحمل آثار اقتصادية صعبة، بس هو شاف ده على الواقع قدامه ونتائجه إيه. كمان السيد الرئيس اتكلم عن أن القارة الإفريقية بتعاني من العديد من المشاكل في مجال الطاقة وبتحتاج لتطوير واستثمارات ضخمة. إذن إحنا مع أشقائنا في إفريقيا، وأرجو أن شركات البترول اللي موجودة معانا والغاز اللي موجودة معانا توصل صوتنا كمان من دلوقتي وتتحدث باسمنا لأسباب إنسانية ولأسباب أخلاقية ولأسباب اقتصادية. احنا بنتكلم بنقول النهاردة ان اكتر من 50 دولة افريقية تفتكر ان هي جاهزة لتنفيذ التزامات الطاقة الجديدة خلال 20-30 سنة القادمة. ده ارجو تتابعوا عدم الاستقرار اللي موجود في قارتنا وحالة وتنامي الإرهاب والتطرف اللي موجود في قارتنا. ده ناجم عن إيه؟ ده ناجم عن قدرات محدودة. ده محتاج مننا إن إحنا ننظر لإفريقيا مش فقط من إحنا نعطي فترة انتقالية أكبر للقارة الإفريقية، لا، إحنا المفروض إن إحنا بقول تاني لأسباب أخلاقية وإنسانية واقتصادية. حد يقول اقتصادية إنك أنت تدعم تقوي قدرة القارة الإفريقية، أقول لك أيوة، أنت هتحول سوق إفريقي في مليار خلال 20-30 سنة القادمين حاصل إلى 1.5 مليار من أكبر القارات في هتبقى من أكبر القارات اللي فيها نسبة السكان بعد آسيا. أنت هتحولهم إلى سوق غني يقدر يشتري منتجات العالم الصناعي اللي موجود دلوقتي. إحنا سوق صحيح بس سوقنا مش غني، لأن إحنا قدراتنا كدول قدرات متواضعة. فأنا النهاردة لو أنا جيت كشركات بترول، هو البترول والغاز يساوي إيه؟ يساوي المال. طب أنت بتحرمني من المال المتاح ليا دلوقتي في أرضي بعد أنت يعني ما خدت الكلام ده على مدار 50-60-70 سنة اللي فاتوا وتغنيت أنت وأنا زي ما أنا.
انا زي ما انا مين يعني انا الدول الافريقيه، انا زي ما انا فقير. لما جت ان يبقى في فرصه عندي بتقولي لا ما تطلعش بقى. طب ما تطلعش ايه؟ لا عايزين تقولوا ان احنا يبقى الامر ده كده، اذا الغني يطلع يدي الفقير. الرئيس كمان استقبل امبارح جون كريسمان رئيس مجلس إدارة شركة أباتش الأمريكية المتخصصة في مجال بحث واستكشاف البترول، وأكد سيادة الرئيس تقدير مصر لحجم أنشطة واستثمارات الشركة في مصر واللي بتسهم بشكل كبير في عمليات الاستكشاف والإنتاج للغاز والبترول. كمان امبارح السيد الرئيس استقبل برنارد لوني الرئيس التنفيذي لشركة بريتش بتروليوم بي بي واللي بتعد من أكبر منتجي النفط في مصر، ووجه سيادته بتذليل أي عقبات قد تواجه أعمال الشركة والاستمرار في تعزيز جهود اكتشافات وإنتاج البترول في مصر. افتتح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباحاً مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول إيجيبس 2022 في دورته الخامسة، وذلك بمشاركة دولية ومحلية واسعة كما تفقد سيادته المعرض المقام بهذه المناسبة. أهلا بحضرتك فخامة الرئيس في معرض إيجيبس في نسخته الخامسة، وأهلا بحضرتك في الجناح الخاص بوزارة البترول والثروة المعدنية اللي بنستعرض فيه أهم قصص النجاح اللي حصلت في الوزارة، واللي من ضمنها مركز القيادة الاستراتيجي لقطاع البترول في العاصمة الإدارية. من سنتين وفي نفس المكان زمايلي عرضوا على حضرتك ملامح برنامج التأهيل اللي بيتم لشباب القطاع، ساعتها كانوا لسه في بداية التجربة. دلوقتي حابين نشارك مع حضرتك بعض الخبرات اللي مرينا بيها والتجارب اللي اكتسبناها. صراحة البرنامج كله غير مفهومنا عن منظومة الطاقة، وخلانا نفكر ازاي نقدر نعزز دور وزارة البترول في تحقيق التوازن بين الاستدامة وتلبية احتياجات الطاقة. اللي احنا تعلمناه جات لنا الفرصة نطبقه على أرض الواقع من خلال زيادة اعتماد شركاتنا علينا وثقتهم فينا في قدرتنا على القيادة واتخاذ القرار، وكمان من خلال مشاركتنا كشباب في منتزه غاز شرق المتوسط. برحب بحضرتك مرة تانية، أنا محمد حازم شركة MP. تكملة على كلام عبير، منتدى غاز شرق المتوسط والانطلاق كان نتيجة مباشرة للجهود والمبادرات المصرية للاستفادة من الموارد الموجودة في المنطقة. ده أدى لتأسيس المنتدى واختيار القاهرة كمقر ليه، واللي بالنسبة لينا كشباب كان مصدر فخر كبير وتأكيد على مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة. وجود المقر في القاهرة إدانا الفرصة كشباب إن احنا نكون من ضمن مجموعات عمل من دول مختلفة لدراسة إزاي نقدر نستفيد من البنية الأساسية الموجودة في دول المنتدى، وكمان المشاركة في وضع استراتيجية عمل طويلة الأجل، واللي من أهم أجزائها التركيز على موضوعات زي تحول الطاقة، الحد من الانبعاثات، واستخدام الغاز الطبيعي كوقود نظيف. دي من أهم الموضوعات اللي إيجيبس هيركز عليها السنة دي للاستفادة من الخبرات العالمية اللي موجودة معنا، وكمان تمهيد لاستضافة مصر لقمة المناخ العالمية السنة دي إن شاء الله من شرم الشيخ. آخر حاجة نحب نشاركها مع حضرتك إن إحنا فخورين بالثقة والدعم اللي إحنا أخدناهم، ومسيرة التدريب مكملة في الدفعة الثانية من البرنامج، واللي هي استمرارية لتوجيهات حضرتك باستخدام طاقتنا كشباب. نتمنى نكون عند حسن الظن. بنشكر حضرتك على تشريفك لينا، وبنشكر المهندس طارق على اهتمامه بينا وعلى إن هو أتاح لنا الفرصة ونقف قدام فخامة الرئيس ونعرض تجربتنا. شكرا جزيلا. الإقليمي لشركة شلومبرجي الشرق الأوسط. احنا السنة دي إن شاء الله بنحتفل ب 85 سنة الاستثمارات في مصر. طبعا شركات البترول بتاعتنا يعني ذراع تنفيذي لشركات انيو بي بي وشركات شكرا. وفي البحر الاحمر كان شريف المهندس شريف المدير يعني. شريف ايوه مدير عام شلومبرجي يا فندم. احنا بس السنة دي برضه ابتدينا نمسح السايزم في البحر الاحمر ثلاثي الابعاد ان شاء الله يخلص في شهر مارس، بعد كده تحليل بيانات على اخر السنه ويبتدي يجهز المزايده بتاعه الوزاره ان شاء الله. استثمارات كليه 150 مليون دولار ما بين خليج السويس وما بين البحر الاحمر ان شاء الله على اخر السنه نخلصه ويبقى جاهز للحفر ان شاء الله. شكرا. اتشرفنا بالتشرف. حيث يعد المعرض أكبر وأهم تجمع دولي وإقليمي من السادة وزراء البترول والطاقة ورؤساء الشركات العالمية والمحلية والمنظمات الدولية للبترول والغاز وخبراء الصناعة البترولية في منطقتي شمال أفريقيا والبحر المتوسط. هنوع حياتك في التكنولوجي جديدة تستعملها مادونا أسبوعنا واعدين عندنا في الشركة منها هتشرح حياتك يعني سريعا كده.
اهلا وسهلا بحضرتك. اشتغلت على تنميه حقول غرب الدلتا، حضرتك طبعا سمعت عنها. احنا هنعرض لسيادتك تكنولوجيا اول مره يتم تطبيقها في البحر المتوسط، وهيكون من خلال شركه بي بي. هي تكنولوجيا للمسح السيزمي من خلال قاع البحر اوشن باتم نود، ودي باختلافها عن الطريقه التقليديه للمسح السيزمي اللي بيكون من فوق سطح البحر. بتساعدنا على اننا نحدد بشكل ادق مواصفات ومكان خزان الغاز، وبالتالي اختيار احسن اماكن الابار الجديده. على سبيل المثال احنا هنطبق التكنولوجيا دي في حقل اتول في ابريل الجاي ده ان شاء الله. وزي ما ذكرت لسيادتك اللي احنا هنستخدم التكنولوجيا عشان نحدد افضل اماكن الابار الجديده، فدي هتساعدنا في اللي احنا ننتج بشكل اسرع. التكنولوجيا في اتول هيتم تطبيق المسح من 900 متر وبتكلفه 50 مليون دولار. حقل اتول حاليا بينتج اكتر من 300 مليون قدم مكعب من الغاز و10000 برميل من يوميا من المكثفات. وطبعا يعني حسب نتيجه المسح، بس متوقع ان الستادي دي ساعدنا ان احنا نزود الاحتياطي من 1 ل 2 تريليون قدم مكعب من الغاز. شرفنا جدا جاي حضراتكم النهارده، وان شاء الله خير. فشرفنا جدا يعني زيارة حضرتك، وشغالين في الـ 95، يعني دلوقتي تقريبا 20% مبيعاتنا 95، شغالين في السي ان جي، شغالين تقريبا بنعمل 50 محطة شغالين. واجدني يعني ان شاء الله يبقى 120 سنة كمان، واحنا داعمين تماما. يعني ربنا يخليك فندم، واحنا حاسين بالدعم ده جدا يعني، وبشكر حضرتك جدا. سيادة الرئيس، حضرتك شرفتنا. انا رئيس شركة بيكر يوز في مصر. بيكر يوز شركة عالمية وفي نفس الوقت مصرية. احنا برضو بقالنا اكتر من 100 سنة في مصر. احنا كان لينا الفخر ان احنا نشتغل في مشروع زهر، في حفر ابار زهر وتنمية البنية التحتية. احنا بنشتغل على برضو مع برؤية معالي وزير البترول على برنامج تطوير وتحديث قطاع البترول، وفي تطور في البرنامج ده. احنا برضو شركة عندنا حلول للتحول الطاقي والطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات الكربونية، واحنا شغالين على مبادرات في المجال ده. وان شاء الله هنشترك السنة دي في مؤتمر المناخ شرم الشيخ كوب 27 بالتعاون مع وزارة البترول. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد برنارد لوني الرئيس التنفيذي لشركة بريتش بتروليوم بي بي، وذلك على هامش انعقاد معرض مصر الدولي للبترول إيجيبس، وبحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول بحث تطوير التعاون المشترك مع شركة بي بي، والتي تعد من أكبر منتجي النفط في مصر، فضلاً عن استعراض موقف أعمال الشركة القائمة وخططها الاستثمارية المستهدفة خلال السنوات القادمة في مجالات البحث والاستكشاف للبترول في مصر. كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد جون كريسمان رئيس مجلس إدارة شركة أباتشي الأمريكية المتخصصة في مجال بحث وإنتاج البترول. السيد الرئيس أكد تقدير مصر لحجم أنشطة واستثمارات شركة أباتشي الأمريكية في مصر، والتي تسهم بشكل كبير في عمليات الاستكشاف والإنتاج للغاز والبترول، بما يدعم هذا القطاع بصورة محورية ويساهم في جهود تحول مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وتداول الطاقة في شرق البحر المتوسط، وتطلع مصر لتعزيز أنشطة شركة أباتشي واستثماراتها في مصر سعياً لزيادة الاستكشافات في مجال الغاز والبترول، ولتعظيم استفادة الدولة من مواردها الكامنة لصالح الأجيال الحالية والقادمة، وذلك في إطار عمق علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة في جميع المجالات. نروح مع حضراتكم لخبر آخر، وهو متابعة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء امبارح للخطوات الخاصة بإنشاء مجمعات الخدمات الحكومية. رئيس الوزراء قال إن تنفيذ المجمعات دي هدفها هو الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتيسير عليهم، وقال كمان إن في توجيهات من السيد الرئيس بالإسراع
في تنفيذ باقي المجمعات في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية. كمان الدكتور مصطفى مدبولي تابع امبارح جهود تطبيق منظومة تراخيص البناء الجديدة وملف التصالح في المخالفات، وقال رئيس الوزراء أن الحكومة بتعمل على التصدي لجميع التحديات والعقبات اللي بتواجه تطبيق المنظومة، وبهدف طبعا إسراع الخطى في هذا الملف. امبارح كمان الدكتور مصطفى مدبولي تابع الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق اللي بتنفذها وزارة الإسكان. أكد رئيس الوزراء على الأهمية اللي بتوليها الدولة لسرعة استكمال مشروعات الترفيق بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة لتحسين جودة الحياة لأهالينا في القرى، وكمان خطة التوسع في إقامة المشروعات الخاصة بتحلية المياه تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. مجلس الوزراء قدم امبارح تقرير مفصل لمجلس النواب والشيوخ حول أعمال برنامج الحكومة خلال الفترة من يوليو 2018 لحد يونيو 2021 تحت عنوان مصر تنطلق. التقرير رصد ما تم تحقيقه في برنامج الحكومة ومعدلات النمو وقوة وصلابة الاقتصاد المصري في مواجهة أزمة كورونا، وقال رئيس الوزراء في التقرير: نلتزم باطلاع الشعب ونوابه على عمل الحكومة ونبذل جهود كبيرة لتحقيق مصالح الوطن والمواطنين. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفى امبارح الأخبار اللي ترددت حول وقف إرسال الرسائل لمتلقي الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا وإلزامهم بالتسجيل مرة تانية على الموقع طبعا، وده للحصول على هذه الجرعة التنشيطية. المركز تواصل مع وزارة الصحة واللي نفت هذا الكلام تماما وقالت إنه مش حقيقي وبيتم إرسال الرسائل بانتظام لمن مر على تطعيمهم بالجرعة التانية 6 شهور من غير ما يحتاج إنهم يسجلوا مرة تانية على الموقع الإلكتروني. من أخبار امبارح للأخبار اللي هتحصل النهاردة، والنهاردة هيتم إطلاق النسخة الأولى من المنتدى الأول للاستثمار والتجارة بحضور الدكتور علي المصلحي وزير التموين، وهيتم فيه عرض أهم الفرص الاستثمارية الجديدة في أنشطة التجارة الداخلية على مستوى المحافظات، وده في إطار توجيهات رئيس الجمهورية برفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية. النهاردة كمان المجلس الأعلى للثقافة هيعقد اجتماعه 66 برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة بمقر مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية. كمان النهاردة هتنطلق أولى فعاليات مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون في دورته 9، وهيستمر لحد 22 فبراير الجاري على هامش ظاهرة تعامد الشمس على قدس أقداس بمعبد أبو سمبل. النهارده كمان هيتم فتح باب التسجيل وإتاحة كراسات شروط حجز وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري للمواطنين متوسطي الدخل على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ضمن مبادرات البنك المركزي اللي وجه بيها سيادة الرئيس. اهلا بحضراتكم مره ثانيه، دلوقتي ناخدكم مجموعه من الاخبار الخفيفه اللي حصلت بره مصر. والحقيقه دلوقتي معانا قضيه اغرب من الخيال كانت موجوده في المحاكم الامريكيه، ده بعد ما اطلقت السلطات في شيكاغو سراح رجل اسمه كيفن دوجار. الرجل ده قضى عقوبه في السجن مدتها 19 سنه بتهمه القتل في حادث اطلاق نار سنه 2003. لحد دلوقتي الموضوع عادي جدا، لكن اللي مش عادي ان الشرطه قبضت عليه مش هو اللي ارتكب الجريمه، اللي ارتكبها هو اخوه التوأم. مشكلة بقى ان الاخ ما اعترفش بالجريمه اللي عملها غير بعد 19 سنه من وقوع الحادث. كنا لسه بنتكلم عن الجدعانه من الناس الغريبه، فتخيلوا ده اخوه سلمه 19 سنه. لا هو واضح انه هو اللي مش عايز يقول، هو مش عايز اخوه، بيحب اخوه قوي فاتسجن بداله، واخوه جاي يعترف بعد 19 سنه. ما اخوه هيتحبس اكيد هو كمان دلوقتي، هو المرتكب الجريمه صح؟ ايه يعني 19 سنه بتحصل بيعتذروا للراجل اللي اتحبس غلط، ودي حصلت اكتر من مره بره، واللي نفذ الجريمه طبعا هو لازم يعاقب. يعني مش معقول عشان اخوه قضى العقوبه 19 سنه فيرفعها من عليه، ما هو اللي قتل. كمل. طيب خليني بقى اوديك لموقف تاني مضحك بقى، يعني بلاش اروقه المحاكم، موقف لذيذ شويه. في فيديو كده هنشوفه فيل وهو بيجري ورا عربية نقل كبيرة محملة بالخضار. الفيل قاعد يجري ورا العربية دي وهو عنده أمل في أنه يخطف أي حاجة من العربية وهي ماشية. طبعا سواء العربية لاحظ الفيل بيجري وراه فقعد يتفاداه قبل ما يوصل للعربية. نربط الموضوع بالجدعنة، اديله حاجة. طيب بالظبط يعني ده جميل، بدل ما يطلع يجري وراك اديله حاجة والموضوع هيخلص. ده جميل خالص. بيهرب منه.
هو مثلا الفيل ده من ألطف الكائنات الحية على وجه الأرض، فأنا لو من السواق ده كنت أكيد ما تعاملتش مع فيل قبل كده، مش عارف ما روحتش حديقة الحيوان قبل كده؟ روحت بس ما يعني تعاملتش قوي ما عارفش هم ألطف ولا لأ. طيب خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع لحضراتكم تاني بعد الفاصل، خليكم معنا. اهلا بحضراتكم مره تانية من بعد الفاصل، طبعا في انتظار اجاباتكم وتعليقاتكم على سؤال حلقتنا النهارده، موقف جدعانه حد عمله معاك وانت ما تعرفوش، في انتظار اجاباتكم عشان نستعرضها ان شاء الله في حلقه صباح الخير يا مصر النهارده. دلوقتي ناخد مجموعه من الاجابات اللي جات لنا على سؤال حلقه النهارده. كاتب الاستاذ محمد فهيم، كاتب بيقول صباح الخير عليكم، انا كنت في مصيف في اسكندريه ولقيت ولدين بيغرقوا في البحر وحاولت انقذهم، الاثنين مسكوا فيا واصبحت انا اللي تحت الميه وهم الاثنين من فوق، اتحملت شويه لحد ما جت فرق الانقاذ وانقذتنا كلنا والحمد لله، خرجت على الشط لقيت ناس كلها بتسقف لي وفي غايه السعاده، لكن للاسف من بعدها ما نزلتش البحر تاني. تحياتي انا اسامه محمد فهيم من قريه استوفر في محافظه الفيوم. يعني موقف جدعانه منك جدا طبعاً جدا، بس طبعاً اكيد طبعا يشكر اكيد انت قلقت يعني، فطبعا بتشكر عليه. محمد حسني محمود بيقول مره كنت في تاكسي وحاطط شنطتي في الكرسي اللي ورا، السواق قال لي ما ينفعش تكون قاعد قدامه تحط حاجتك في الكرسي اللي ورا لان ممكن تنساها وانت نازل، فممكن يكون موقف بسيط لكن الحاجه اللي لفتت انتباهي هي نظره الخوف والاخلاص اللي كانت في عيون السواق، بجد حسيت انه حقيقي خايف عليا. يعني دي من الحاجات اللي في الحقيقه حلوه قوي قوي يعني، كان ممكن ما يقولش يعني بالظبط. محمد الجزاوي بيقول صباح الخير عليكم، انا محمد من الجيزه، كنت مره معدي في الطريق والعربيه خلصت بنزين وكان معدي طفل شافني اخذ جيركن وجاب لي بنزين. اطفال مصر الجدعان، كنا بنتكلم في البدايه عن رجاله مصر وستات مصر الجدعان واطفال مصر الجدعان كمان. ده حقيقي. في كمان سامح عطيه بيقول صباح الخير، موقف حصل من شخص ما اعرفوش، كنت بستخرج شهاده ميلاد من قسم من القسم والدنيا زحمه ايام تقديم المدارس، شخص مش عارف ده طلع منين ودخلني وعملت الشهاده وخلصت، طلعت ادور عليه واشكره لقيته مشي خلاص، وبوصفه للناس بيقولوا لي ما حدش شاف حد بالاوصاف دي، كل التوفيق لي يعني. دي سماح، انا اسفه جدا سماح عطيه، يعني يا سماح والله في ساعات كتيره قوي ربنا بيوقف لنا اولاد الحلال اللي بيساعدونا، فدي حاجه كويسه طبعا. في سالم سعد الله بيقول كنت مسافر من كفر الشيخ للقاهره عشان استلم جواب التعيين وكان فاضل من الاجره 14 جنيه ونص، واضح ان هو من زمان شويه، المهم ان هو بيتكلم انه ما كانش معاه اجره وكان محتاج طوابع، يعني التعليق طويل شويه لكن في النهايه انه بيتكلم عن جدعانه سواق الاتوبيس والكمسير اللي كانوا موجودين ان هم وصلوه لحد كفر الشيخ، وكان رايح بعد كفر الشيخ كمان سيدي سالم وصلوا لحد هناك، وبالصدفه اتقابلوا هما الاثنين في المستشفى بعد سنتين وتعرفوا على بعض، وافتكر طبعا هو الشخص نفسه استاذ سالم هو اللي افتكر هذا الموقف وفكر السواق بيه، فدي مواقف جدعانه فعلا من ناس ما نعرفهاش، السواق قرر ان هو يوصله وعارف ان هو مش معاه فلوس لكن الظروف وقتها كانت صعبه. موقف جميل قوي ده طبعا قوي يعني، الحاجات دي نفضل فاكرينها طول حياتنا. لما مواضيع بتبقى صعبه قوي كده معانا ساعات كتيره بنلاقي فعلا الناس بتقف جنبنا، وده اهم حاجه. هنكمل بقيه الكومنتس بتاعت حضراتكم، لكن خلونا الاول نروح لزميلتنا في الاستوديو منى عشان نعرف منها اخبار الطقس بالتفصيل، بعدها نرجع نكمل بقيه الكومنتس. يا منى يا بسان، فرحينا وقولي لنا كده في ارتفاع جو لطيف قوي بقاله كام يوم؟ الحمد لله كلنا مبسوطين ولاقيين شمس حلوه وحاجه ما فيش بعد كده، شمس من غير شمس الصيف دي اللي هي بتاعه الحر شمس لطيفه يعني. وبالليل لطيف تمام. طيب عظيم، يعني انت خدت شويه شمس كويسه الصبح خلاص هتدفي بالليل عادي احنا في الشتاء يعني عادي يعني. اهلا بكل مشاهدينا من جديد، النهارده في ارتفاع في درجات الحراره والطقس هيكون معتدل على القاهره الكبرى وجنوب الوجه البحري ومائل للبروده على السواحل الشماليه الشرقيه ووسط سيناء والسواحل الشماليه الغربيه، وهيكون مائل للدفء على شمال الصعيد، وهيكون دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون شديد البرودة، والنهاردة طبعا شفنا مع بعض شبورة مائية على الطرق المؤدية من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، هنلاقي فيه فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية، لكن إجمالا الجو النهاردة شديد الاعتدال. خلينا نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة.
القاهرة العظمى فيها 20 والصغرى 9، الإسكندرية 17-11، مطروح 17-11، سيوة 18-6، بورسعيد 18-11، دمياط 17-11، الإسماعيلية 20-9 والسويس 20-9، العريش 18-11، كاترين 15-2، طابة 20-14، شرم الشيخ 23-15، الغردقة 23-13، الفيوم 20-5، بني سويف 21-7 والمنيا 20-7. أسيوط العظمى فيها 21 والصغرى 6، سوهاج 22-6، قنا 24-8، الأقصر 25-8، أسوان 26-10، الوادي الجديد 24-8، شلاتين 26-12، أما حلايب العظمى فيها 22 والصغرى 12. الجو إجمالا النهاردة ظريف، خلينا نستمتع بالحرارة اللي موجودة اللي هتكون مستمرة معانا على مدار الأسبوع. نرجع تاني لشاذلي والفسان، تفضل. شكرا لك يا منى. نشكرك يا منى. النهاردة بنحيي ذكرى ميلاد واحد من أهم شعراء الأغنية، واللي قدر أنه يقدم الأغنية بألوانها المختلفة العاطفية الوطنية الشعبية وكمان الأغاني الدينية. وصلت أعماله لأكثر من 1000 أغنية وقصيدة، وهو الشاعر الكبير مرسي جميل عزيز. أنا محب، ده كان كلامه، أنا محب، أنا بحب كل حاجة، بحب كل شيء، بحب كل الناس. الشاعر لازم يكون جواه طفل صغير، وهنا يقصد طبعا بمشاعر الأطفال عشان يقدر يحس بالكلام اللي هو بيقوله. الحقيقة كان ليه تعليق مهم جدا، وهو بيسأل عن المغني أو المطرب، شايف أهم حاجة ممكن تكون متوفرة أو موجودة عند المغني هي إيه؟ فقال إنه يكون عنده عافية، عافيته، أو زي ما احنا بنقول دلوقتي إنه يعفق المقام، يعرف يجيب المقام صح، يقدر يدي المقام العالي والمقام المنخفض، ويقدر يمزج ما بين المقامات بدون إنه ما يعمل خلل في السلم الموسيقي. وده الحقيقة كان بيكتب يعني أو كان بيقول تصريحات تدرس، وشفناه طبعا اشتغل مع كل المطربين وكل العمالقة في زمنه في هذا التوقيت، وكانت علاقته كويسة جدا كمان بالشيخ محمد رفعت، وشفنا إنتاجه في التقرير يعني حاجة عايشة وهتفضل عايشة كمان لسنين كتيرة قدام. النهاردة بيصادف اليوم العالمي لسرطان الأطفال، في تحديات بتمر بيها عائلات كتير، وعشان كده العالم كله اتحد في اليوم ده عشان يخفف أوجاع ومعاناة الأطفال المحاربين للمرض الخبيث ودعمهم ودعم عائلاتهم في مواجهة هذا المرض. يصادف اليوم 15 من فبراير اليوم العالمي لسرطان الأطفال، وهو اليوم الذي اختارته منظمة الصحة العالمية في محاولة للحد من أوجاع ومعاناة الأطفال من المحاربين في وجه هذا المرض، ورفع نسبة الشفاء لديهم حتى 60% بحلول عام 2030، ما قد ينقذ حياة مليون طفل خلال العقد القادم. ويعتبر اليوم العالمي لسرطان الطفولة حملة تضامنية حول العالم لتعزيز الوعي بأنواع السرطان والمخاطر والعواقب التي تواجه الأطفال المصابين وحتى البالغين، ولدعمهم ودعم عائلاتهم، حيث يصاب كل سنة نحو 400 ألف طفل ومراهق دون سن 20 عاماً بالسرطان حول العالم. وتعتمد فرص الشفاء لديهم على عدة عوامل بيئية وصحية، حيث تزيد فرص شفائهم بنسبة 80% في الدول المتطورة وذات الدخل المرتفع، وتصبح بنسبة 20% فقط في الدول النامية وذات الدخل المتوسط. ولا يزال سبب سرطان الأطفال حتى يومنا الحالي مجهولاً، وفقط نسبة 5% تعود للعوامل الوراثية، أي الطفرات المنتقلة من الآباء للأبناء. ونظراً لأن الآثار الجانبية السلبية الجسدية والنفسية لها تأثير أكبر على أجسام الأطفال التي تكون في مرحلة النمو والنضج، إضافة لاختلاف الاستجابة للعلاج والدواء لدى الأطفال عن البالغين المصابين، كان اختيار هذا اليوم ليخصص كيوم عالمي لسرطان الأطفال حتى بعد الشفاء. في بداية الحلقة يمكن اتكلمنا يا شاذلي عن جدعنة المصريين، وعشان احنا كنا بنتكلم دلوقتي عن اليوم العالمي للسرطان، يعني احنا بنتكلم عن جدعنة بقى المصريين اللي ساكنين جنب مستشفيات السرطان ومساعدتهم لهذه المستشفيات، لو محتاجين حاجة بيوصلوا الناس، لو صحيح. المستشفى محتاجة أي حاجة الناس موجودة عشان تساعد في أي وقت، وده اللي احنا بنشوفه دايما من جدعنة وشهامة ونبل المصري الأصيل.
كنا بنتكلم فعلا في البدايه عن عم زازا الله يرحمه وغيره وغيره كتير من النماذج فاتحين بيوتهم لحاجه زي دي للاهالي الاطفال اللي رايحين عشان يعالجوا اولادهم في مستشفى 57 فاتحين بيوتهم لده فاتحين بيوتهم للناس تقيم فيها طبعا لان فتره العلاج ممكن تاخد اكتر من يوم فاتحين بيوتهم كمان عشان يقدموا لهم اكل فدي جدعانه المصريين وده سؤال حلقتنا في انتظار تعليقاتكم طبعا واجاباتكم على سؤال حلقتنا موقف جدعانه حد عمله معاك وانت ما تعرفوش شكرا لك شاذلي الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت غرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول إيجيبت 2022 في دورته الخامسة هذا ويعقد المؤتمر بمشاركة دولية ومحلية واسعة من وزراء البترول والطاقة ورؤساء الشركات العالمية والمحلية والمنظمات الدولية للبترول والغاز وخبراء الصناعة البترولية وحرص الرئيس السيسي على مصافحة أحد الحضور من ذوي الاحتياجات الخاصة في افتتاح المؤتمر ويعد معرض مصر الدولي للبترول إيجيبس 2022 أكبر وأهم تجمع دولي وإقليمي لصناعة البترول والغاز في منطقتي شمال أفريقيا والبحر المتوسط أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم مصر وترحيبها بتطوير علاقات التعاون المشترك مع شركة بريتش بتروليوم بي بي نظرا للتاريخ الممتد للشركة وسوابق نشاطها في مصر. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي الرئيس التنفيذي لشركة بريتش بتروليوم برنارد لوني وذلك على هامش انعقاد معرض مصر الدولي للبترول إيجيبت 2022. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول بحث تطوير التعاون المشترك مع شركة بي بي والتي تعد من أكبر منتجي النفط في مصر فضلا عن استعراض موقف أعمال الشركة القائمة وخططها الاستثمارية ووجه الرئيس السيسي بمواصلة التنسيق والتعاون مع الشركة البريطانية وتدليل أي عقبات قد تواجه أعمالها بهدف الاستمرار في تعزيز جهود أبحاث واكتشافات وإنتاج البترول في مصر. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدير مصر لحجم أنشطة واستثمارات شركة أباتشي الأمريكية في مصر والتي تسهم بشكل كبير في عمليات الاستكشاف والإنتاج للغاز والبترول. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي لجون كريستمان رئيس مجلس إدارة شركة أباتشي الأمريكية المتخصصة في مجال بحث واستكشاف البترول على هامش انعقاد معرض مصر الدولي للبترول إيجيبتس 2022 وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تطرق لتطلع مصر لتعزيز أنشطة شركة أباتشي واستثماراتها في مصر سعيا لزيادة الاستكشافات في مجال الغاز والبترول. انطلقت فعاليات النسخة الأولى من أسبوع أفريقيا أوروبا المقامة على هامش القمة الأفريقية الأوروبية المرتقبة الخميس المقبل والتي تستضيفها بروكسل. وأوضح بيان صادر عن الاتحاد الأفريقي أن أجندة فعاليات أسبوع أفريقيا أوروبا تستهدف الجمع بين الشباب والمجتمع المدني والقطاع الخاص من أفريقيا وأوروبا لمناقشة جوانب الشراكة بين أفريقيا والاتحاد الأوروبي وتعزيز الروابط بين الجانبين. وأشار الاتحاد إلى أن أجندة الفعاليات تضم تنظيم نقاشات لدعم صوت وإشراك الشباب في اتخاذ القرارات وفعاليات ثقافية واقتصادية والقضايا المتعلقة بالشراكة بين الجانبين مثل التحولات الخضراء والرقمية والصحة والتعليم والنمو المستدام وخلق الوظائف. يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم لقاء مع المستشار الألماني أولاف شولتز في موسكو في محاولة لوقف التصعيد بشأن الأزمة الأوكرانية. وعشية زيارته لموسكو حث المستشار الألماني روسيا من كييف على اغتنام عروض الحوار الهادفة إلى وقف تصعيد الأزمة الأوكرانية. وقال شولتز خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن النشاطات العسكرية لروسيا على الحدود الأوكرانية غير مفهومة وأنه لا توجد أسباب معقولة لهذا الانتشار العسكري.
deutlich, dass die Souveränität und die Territorien. أعلنت وزارة الصحة والسكان خروج 1243 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 388943 حالة. وأوضحت وزارة الصحة تسجيل 2129 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، مشيرة إلى وفاة 60 حالة جديدة. ختام موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. بنصبح على حضراتكم من جديد ولسه مستمرين معاكم في فقراتنا في صباح الخير يا مصر. امبارح اثناء افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول ايجيبس 2022 في دورته الخامسه واللي حضره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، استعرضت الدكتوره اماني ابو زيد مفوضه البنيه التحتيه والطاقه والتكنولوجيا المعلومات بمفوضيه الاتحاد الافريقي بعض التحديات اللي بتواجه القاره الافريقيه والدور المحوري اللي بتقدمه مصر في دعم هذه الدول. دكتوره اماني منورانا دلوقتي على التليفون، صباح الخير على حضرتك يا دكتور. صباح النور يا فندم على حضرتك وعلى كل المشاهدين. اهلا بيكي في صباح الخير يا مصر. وفي البدايه خليني اتكلم مع حضرتك عن التحديات ويمكن الفرص، احنا بنقول عليها فرص موجوده في القاره الافريقيه للتحسن، هل هذه الدول بامكانها التقدم والتطور خلال المرحله الجايه ان شاء الله؟ طبعا يا فندم القاره الافريقيه قاره اكثر من واعده، ما ننساش ان طوال عقدين من الزمان يعني 20 سنه القاره الافريقيه تحقق اعلى معدلات نمو في العالم، وفي قطاعات بارزه داخل القاره الافريقيه ونحن نسعد ونفخر بهذا. طبعا الجائحه كورونا في اخر سنتين كان اول مره يحصل تباطؤ في معدلات النمو في القاره هو كان بسبب الجائحه، ولكن احنا لدينا تحديات ضخمه لان القاره ايضا هي قاره شابه، الشباب يعني هو الجزء الاكبر من السكان وهي ثروه رائعه وهي الحقيقه مصدر الابتكار والتقدم في القاره، ولكن ايضا تضع اهميه او عيب توفير فرص عمل للشباب وتوفير مستوى معيشه لائق. القاره بحاجه الى خلق كل شهر انها نخلق مليون فرصه عمل في القاره الافريقيه، معناها ان احنا لابد لنا من اسراع وتيره التنميه، تنفيذ مشروعات عملاقه تستوعب الطاقات وتوفر هذه فرص العمل، وايضا في بقى بعض التفاوتات داخل القاره، ريف حدر رجل المراه وهكذا لابد لينا ان احنا ننظر ليها ونتعامل معاها على وجه السرعه. طيب دكتوره اماني، لو هنتكلم عن البنيه التحتيه في مصر وحضرتك خير من يتحدث عن البنيه التحتيه، ازاي مصر ممكن تستغل البنيه التحتيه في مصر، علاقتها الدوليه بدول القاره الافريقيه في فتح مجالات ليها في مجال الطاقه في افريقيا؟ الطاقه بس ولا البنيه التحتيه بشكل عام؟ بشكل عام. مصر حقيقه في خلال سنوات قليله احدثت نقله نوعيه ضخمه في مجال البنيه التحتيه في كافه قطاعات البنية التحتية وهي مصدر إلهام للقارة، وإحنا كل زعماء الأفارقة كل مرة في زيارة لمصر بيكون ده أهم نقطة بيتوقفوا عندها وبيطلبوا منها وبيطلبوا الدعم والمعونة بالخبرات المصرية في هذا المجال. والحقيقة كمان لا يتوقف دور مصر على هذا، مصر لازم أقول إنه لمدة سنتين مصر ترأست اللجنة الإفريقية المعنية بالبنية التحتية والطاقة، ومن خلال هذه أو تحت هذه الرئاسة في الاتحاد الإفريقي أيضا بلورنا 69 مشروع عملاق عابر للقارة وإقليمي في مجالات الطاقة، النقل، المياه، الربط الرقمي، من شأنها إحداث طفرة ضخمة جدا في القارة، وبيتم تنفيذها المشاريع بلورناها وأعددناها من سنة 2020 ووفق عليها في 2021 وتمتد حتى 2030 إن شاء الله.
فدور مصر الحقيقة على كذا محور، دورها الوطني ودورها داخل القارة ودورها أيضا كأهم الفاعلين في القارة على المستوى القاري والمستوى الإقليمي. لا خليني أسأل حضرتك نفس السؤال بس على أفريقيا بقى كلها، إيه الخطط والاستراتيجيات اللي محطوطة في الوقت الحالي عشان نرتقي ببعض الدول في القارة الإفريقية؟ مش بعض الدول، احنا بنرتقي بكل الدول بكل الدول، يعني ازاي نقدر نرتقي بالبنية التحتية يضم كمان. كل يضم كل الدول الافريقية، وكل الدول الافريقية اتفقت على استراتيجية تنمية اللي هي الاجندة 2063 وتختص بكل القطاعات وليس فقط البنية التحتية، برؤى واضحة برامج محددة بننفذها من خلالنا، من خلال البنك الافريقي للتنمية، من خلال وكالة المعونة وكالة التنمية الأفريقية أو دانيفاد، من خلال مع شركاء وهكذا. اهتمامنا هو أنه التفاوتات أيضا موجودة بين الدول الأفريقية وبعضها، لأن مش كل الدول الأفريقية، بنتكلم على أكثر من 50 دولة، مش كل الدول الأفريقية على نفس المستوى من التنمية، أو بعض القطاعات هنلاقيها متميزة في دولة ما عن الدولة الأخرى وهكذا. فإحنا الأهم كمان النقاط اللي بيركز عليها الاتحاد الإفريقي هو التعاون الإفريقي إفريقي والاستفادة من الخبرات الإفريقية إفريقية والأسواق الإفريقية إفريقية والمنتجات الإفريقية إفريقية. ولذا أطلق الاتحاد الإفريقي من سنتين منطقة تجارة القرى الإفريقية الأكبر في العالم والأسرع تنفيذا في العالم وفي التاريخ، ودخلت حيز التنفيذ بالفعل العام الماضي. ونسعى، وده برضه رجعنا لموضوع النقل والطاقة، نسعى لإسراع برامج تنفيذ برامج النقل القاري والإقليمي علشان نقدر نتبادل السلع ونتبادل الخدمات والطاقة، لأن احنا نسعى إن احنا في هذا السوق اتجاه منطقة التجارة الحرة أن نتبادل سلع أفريقية، لذا يلزم أيضا تسريع وتيرة التصنيع داخل القارة، وده يستلزم أيضا الطاقة. عظيم. أنا تحدثت أيضا امبارح على في يونيو الماضي وايضا تحت رئاسه مصريه للجنه البنيه التحتيه، تم اطلاق السوق الموحد الافريقي للكهرباء اللي بدانا فعلا بتنفيذه عشان نستهدف منه 2040، وده هيكون اكبر سوق في العالم للكهرباء لتبادل الكهرباء من مناطق الانتاج لمناطق الاحتياج من خلال شبكات نقل كهرباء عملاقه، يعني عبر القاره وعبر اقاليم القاره كلها. عظيم. المؤتمر بيتوقف سنتين زي ما حضرتك قلتي بسبب فيروس كورونا، لكنه بيعود بشيء ايجابي جدا وهو اطلاق سوق افريقي موحد. لا مش البرنامج هو اللي توقف، برامجنا شغاله. المؤتمر المؤتمر يا فندم. المؤتمر ايوه. المؤتمر يا فندم. طيب افريقيا كيف تنظر لمصر باعتبارها مركز للطاقه؟ لا ده سؤال حضرتك. مصر دورها التاريخي في القاره ودورها المحوري في القاره منذ نشاتها ونشات الاتحاد الافريقي، يعني تم من حتى منظمه الوحده الافريقيه من التحرر حتى هذه اللحظه لم تنقطع مصر يوما عن تبني القضايا الافريقيه والدفاع عنها ودعمها. فلا دور مصر وده كل يعني لا يحتاج منا الى تاكيد اليوم، ولكن ما يحتاج الحقيقه ان نتوقف عنه هو الاهميه الكبرى التي وليها الخمس رئيس للقاره الافريقيه، وكون ان امبارح الجلسه الاولى والجلسه الرئيسيه والجلسه التي حضرها الخمس رئيس كانت ومحورها افريقيا، موضوعها افريقيا الى هذا الحد. مصر يعني هي الاولويه لمصر وللقاره هي القاره الافريقيه، وده طبعا شيء الحقيقه نشوف ونفحص بيه جميعا. كل شكر لك يا فندم الدكتوره اماني ابو زيد مفوضه البنيه التحتيه والطاقه وتكنولوجيا المعلومات بمفوضيه الاتحاد الافريقي، الف شكر لك. دايما خبراء مصر في العالم بيحققوا انجازات تشرف، وللسنه السادسه على التوالي بتتصدر المستشاره المصريه ليلى بنس قائمه فوربس كافضل مستشاري اداره الثروات بجنوب كاليفورنيا، بالاضافه لحصولها على المركز الخامس كافضل مستشاري اداره الثروات من السيدات على مستوى الولايات المتحده الامريكيه. خلونا نرحب بالمستشاره المصريه ليلى بنس معانا عبر تطبيق زوم. الف الف مبروك وبنرحب بيكي في صباح الخير يا مصر. صباح الخير، شكرا جدا، متشكره جدا معاكم النهارده. يعني حلم كبير قوي ان حد يتصدر قائمه فوربس، يعني دي من اهم الاشادات الموجوده في العالم، احساس حضرتك ايه؟
الحقيقة أنا فخورة جدا يعني أن أنا كمصرية وكست أقدر أعمل كده، وأن أنا أقدر أشرف مصر وأشرف أهلي، وطبعا أشرف الفريق اللي بيشتغل معايا أن احنا نعمل كده. يعني دي حاجة تفرحني وحاجة ما بعملهاش لوحدي، يعني معايا فريق كبير في الشركة بتاعتي بتساعدني، وده مهم جدا يعني أن الفريق كمان ينبسط أن احنا أن أنا وصلت الحكاية دي. احنا سعداء جدا، وبالتاكيد هنتكلم عن الفريق اللي مع حضرتك، لكن ازاي حضرتك قدرتي تحافظي على هذا النجاح للسنه السادسه على التوالي؟ الواحد بيشتغل كتير، يعني زي ما حضرتك يعني شغلتي مش سهله ابدا، صعبه جدا، وبشتغل مده طويله، وطبعا دايما الواحد يذاكر ويبقى يعني عارف ايه اللي بيحصل في البورصه وفي العالم علشان يقدر يدي الادفايس مضبوطه للعملاء اللي عندي. فيعني هارد ورك واديوكيشن يعني الاثنين مهمين جدا ان الواحد يستنى في المركز ده ويوصل فيه. طيب حابه اتكلم معاكي بقى عن الفريق اللي بيساعدك، يعني احنا العالم كله بيتكلم دلوقتي عن الليدرشيب او انه تبقى انت بتليدي كده التيم اللي وراكي او الفريق اللي معاكي، فاحكي لنا عن دورك ودورهم. او دورك في انك يعني يبقوا معاكي، ان هم انت بتقولي ان مش وحدك، يعني فعايزه اعرف هم ساعدوكي ازاي انك على السنه السادسه على التوالي بتقدري تحتلي يعني قائمه فوربس. فعارفه حضرتك يعني في معايا جودي كمان بيشتغل، وعندي واحده مصريه قريبتي دينا فرج الله، وعندي يعني ناس بيشتغلوا معايا، فهم كل واحد في الشغله دي مهمه. وده واهم حاجه زي ما حضرتك بتقولي الليدرشيب دي، ان الواحد يقدر يقول ده، يعني لازم اقدر اقول للواحده او الراجل اللي بيشتغل معايا ويعملوا ايه، ولازم يعملهم قلبهم، ولازم يكونوا فعلا بيحبوا الشغل. واهم حاجه عندنا ان في الشغله دي ان الواحد يعني عارفه حضرتك في 100,000 واحده بتعمل اللي انا بعمله هنا في امريكا، ليه واحد بيتميز واحد لا؟ دي عشان الفريق معه، وعشان الواحد يعملها بقلب، يكون بيعمل كل حاجه الشغله دي بقلبه، انه فعلا بيحب الناس اللي بيشتغل معاهم، والناس اللي بيجوا اهم حاجه عندي طبعا ان هم يبقوا شاطرين، بس لازم عندهم يكون قلب ويعملوا حاجه بالقلب عشان تساعد الناس. حلو قوي الكلام. لما بيساعد الناس ونعمل استثمار ليهم ده بيرجع الواحد اكتر واكتر، ودي حاجه اللي بتميز واحده يعني تكبر من اللي ما تعملش، لان كل في ناس كتير بتدرس وبتشتغل يعني كتير بس ما بتوصلش. فده يعني احنا عندنا حاجه في امريكا انها السيرفنت هارت، انها لازم يكون عندها السيرفنت هارت علشان تنجح. طيب ده عظيم جدا، اهم حاجه هو روح الفريق زي ما حضرتك قلتي، وقلتي ان في يمكن 1,000 واحده بتعمل اللي حضرتك بتعمليه لكن ما وصلتش لنفس المكانه اللي حضرتك وصلت لها. ايه الشروط اللي وضعتها فوربس لهذا الترتيب؟ نعم؟ الشروط يا فندم، الشروط اللي تم وضعها لهذا الترتيب. الشروط اللي لازم يكون عشان تاخدي هذا الترتيب. عشان اخده طبعا بيبص على كل حاجه، بيبصوا ايه الاسيتس يعني الفلوس اللي احنا بنعمل انفستمنت ليها فوق ال 2 بليار 2 بليون، ف مش عارفه ازاي بالعربي بس 2 مليار فوق 2 بليون يعني دام 2 بليار. فده طبعا يعني فلوس كثيره جدا احنا بنديرها للعملاء اللي عندنا. فدي وبعدين اهم حاجه مهمه ان احنا يعني بتزيد النمره دي بتزيد كل سنه، فدي حاجه بيبص عليها فورج، بيبص عليها ازاي احنا كبرنا كده وليه الناس بتجيلنا، فدي بتساعدنا نعمل الرانكينج. عظيم، حلو قوي قوي. طيب انا حابه اعرف بقى من حضرتك وصلنا لحد فين في دعم مشروع حياه كريمه، والمصريين اللي بره شايفين ازاي المشروع ده؟ الحقيقه انا يعني انا محبه جدا بالمشروع ده، وعملنا زوم ميتنج السنه اللي فاتت، وكان معانا الوزيره نبيله مكرم، وجمعنا كتير من مؤسسات الحياه كريمه، وعملنا يعني وي ريز تقريبا 500,000، جمعتوا 500,000 دولار. ايوه
وان شاء الله ال 500 الف دولار دي. ولسه يعني عندنا ويب سايت ولسه يعني مش عملناها مره واحده، بنعملها اي اوكيجن بتيجي هنا ان احنا نعمل حملة تبرعات، دايما بنعمل ولسه الناس بتعرف على حياة كريمة، وان شاء الله الفلوس دي هتشتري باصز اون ويلز اللي هي تعلم تروح القرية وتعلمهم حاجات كثيرة جدا، والباص دي تروح من قرية لقرية، وكمان هنشتري كمبيوترز وهنشتري حاجات كتير قوي نديها للناس عشان يبقى يجيلهم شغل عظيم، يعني ياخدوها ويشتغلوا بيها. يعني مش هنقعد على كده، وان شاء الله هنعمل زوم تاني ونجيب فلوس اكتر لحياه كريمه، والمصريين هي ابتدوا يعرفوا عليها وفعلا تعجب، حتى الامريكان مش بس المصريين، عشان بيلاقوا ان دي فعلا حاجه هتساعد الناس. ومهم قوي يعني، مهم ان انت الواحد تبقى سكسسفل، لازم ده دوركم يا فندم، واحنا معلش بنعول عليكم في الدور ده، الناس كلها تعرف مصر بتعمل ايه خلال الفتره الحاليه. لكن عايز ارجع مع حضرتك لنقطه مهمه جدا، هل احنا عندنا مستوى التخطيط والاداره في مصر عامل ايه؟ حضرتك بتيجي مصر باستمرار، هل عندنا ليلى بينس موجوده على ارض مصر؟ ما اعرفش الحقيقه دي، يعني انا عارفه ان مصر ابتدت، انا لما جيت الدور اللي فات انبسطت قوي قوي مصر، وان شاء الله هرجع تاني، علشان يعني كان بقالي مده ما رحتش، لكن كان معايا بنتي وجوزي وبيحبوا مصر قوي، واكيد في اتبسطوا في الزياره زي في مصر. جينا زياره وهنرجع تاني ان شاء الله في جون، هنرجع زياره تاني لان حبينا مصر قوي وعايزين نساعد مصر، وعايز اقابل البورصه تاني، وعايز اشوف ايه الحياه الكريمه، عملنا ايه واشترى ايه وفين الحاجات اللي عملناها، ونحن بنساعد ازاي. لان لما كنت جيت السنه اللي فاتت كانت اول مره اسمع عن حياه كريمه، فانا عايزه اشوف فعلا، عايزه اروح القريه واشوف ايه الحياه كريمه عملت ايه، وهاخد فيديوز وصور وارجع هنا افرج الناس احنا عملنا ايه هنا في امريكا ونقدر نساعدهم ازاي، لان مهما الواحد يتكلم مش زي لما يشوف. صح، فانا راح جاي مخصوص عشان اعمل، ولما ارجع لهم كمان هناك يا فندم بفيديوهات زي ما حضرتك بتقولي، حضرتك صورتي فيديوهات لما هتيجي ان شاء الله في الزياره، وتصوري فيديوهات وتروحي لهم بفيديوهات من ارض الواقع، اكيد الموضوع بيختلف. بالظبط، ما انا يعني احنا جايين مخصوص عشان نشوف كده ونعمل كده، وانا كمان بنعمل حملات تبرعات ل 57357، وهنعمل هنا فند ريزنج يوم مارش 26 هنا في امريكا، وبنعمل كمان تبرعات للهوسبيتال، والواحد يعني بيقدر، عايز اشجع في مصر، اي حاجه اقدر اعملها ان انا اشجع في مصر واساعد مصر من هنا، ومصريين كلهم هنا بيحبوا مصر قوي، ما تصورش كل ما الواحد بيبعد عن مصر بيحن لمصر وعايز يساعدها. يعني شفنا لما الكره الارضيه الساكر اللي هو الفوتبول، كنا هنا مصريين عملوا حفلات واتفرجوا على الفوتبول هنا، والمصريين كنا مفخورين جدا ان كرة القدم المصرية بتعمل كويس، وكان هيكسبوا يعني حضرتك نموذج نجاحهم في كل حاجة. يعني مسز بنس حضرتك نموذج مشرف، واحنا اكيد مستنيين دوركم في مساعدات، يمكن حتى كمان في ليدرشيب زي ما حضرتك قلتي، انه تبقوا بتساعدوا هنا في مصر كمان في الاداره اكتر واكتر. مسز بنس تاني مره بنقول لك مبروك على تصدر قائمه فوربس كافضل مستشاري اداره الثروات بجنوب كاليفورنيا، ونتمنى لك مزيد من التوفيق. نروح مع حضراتكم لموضوع آخر، محافظة أسوان بتشهد النهاردة بدء انطلاق أولى فعاليات مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون، واللي بيتم تنظيمه على هامش ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس في معبد أبو سمبل. احتفالات وفعاليات فنية تشهدها محافظة أسوان مع انطلاق مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون في دورته التاسعة، والذي يستمر حتى 22 من فبراير الجاري على هامش ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد أبو سمبل. تلك الظاهرة الفريدة التي يترقبها العالم أجمع من أجل إبهارهم بعظمة تخطيط الفراعنة.
المهرجان تنطلق أولى فعالياته من خلال عرض للمراكب في نهر النيل وسط مشاركة دولية ومحلية لكافة فرق الفنون الشعبية، كما تقدم فرق الفنون الشعبية عروضها في افتتاح المهرجان الذي يشارك فيه 400 فنان وفنانة من مصر وخارجها، وهو ما يضفي طابعاً فنياً مميزاً للمهرجان. خلونا نتعرف أكثر على التفاصيل. معانا على الهاتف الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان. صباح الخير وبنرحب بيكي. صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا بهنت. صباح الخير يا محمد. صباح الخير على كل أهل مصر. أهلا بحضرتك. يعني بنبدأ احتفالات المحافظة بمهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون، إيه خطة الفعاليات اللي منتظر إقامتها؟ بصراحة المهرجان عادة كل سنة بيعمل إضافة أحلى من اللي قبلها. السنة دي النسخة السامة منه هتعمل العرض الديفليه بتاعها على الضفاف من الاسوان الرائع صباحا الساعه 10 الصبح النهارده، وبعد كده هيبتدي من مساء اليوم ولمده 3 ايام بعد كده عروض فنيه في اكثر من 14 موقع في محافظه اسوان والمسرح الرئيسي طبعا في مدينه اسوان مسرح فوزي على الكورنيش، وهينهيها بختام المهرجان بتاعه في ابو سمبل بتعامد شمس يوم 22 وده تاريخ مميز جدا السنه دي لاسوان والتعامل بتاعها، وان شاء الله يعني يبقى يوم مختلف واضافه كبيره جدا متعودين من صراحه وزاره الثقافه بتعمله للمواطنين في اسوان والسائحين الموجودين على ارض اسوان. عظيم. طيب بدنا نتكلم بقى عن دور وزاره الثقافه وازاي كان في تعاون ما بين المحافظه ووزاره الثقافه لهذه الاحتفالات وهذا المهرجان. وزارة الثقافة طبعا بتوفر كل المجموعة الفرق الجميلة اللي بتيجي سواء من جوه مصر الفرق المصرية والمحلية والفرق الدولية، تقريبا ما يقرب من 12 فرقة دولية جاية، وده رقم يعني أكبر من دفع الفرقة العرض الماضي. أول مرة تحصل. يعني ده مختلف طبعا كورونا والعزل، فالناس يعني أول طلعة بشكل مختلف بعد فترة طويلة، فده عامل طبعا في حالة انتظار ولهفة للناس انها تخرج للشمس والنور وتقعد في مكان مفتوح وتشوف العروض والالوان والحاجات اللي بتبقى كلرفول على تفاصيل اسوان. اما محافظة اسوان طبعا وفرت كل الفاسيلتيز بتاعتهم على الارض والتحركات والجيت بتاعت تواجدهم في اسوان بشكل يخلي حركتهم بين المراكز والمدن سهلة، وفي نفس الوقت يسرت لهم كل المعوقات اللي ممكن كان تقابلهم او حاجه كده، وعلى طبعا تواصل باستمرار على مدار الست ايام دول لغايه ما يخلصوا العرض بتاعهم ان شاء الله ونطلع بافضل صوره في 22/22. طب هل سيكون في حضور لعدد من الزوار لاحتفاليه تعامد الشمس يوم 22؟ في العاده تعامد الشمس بيحضروا يعني بعض من الساده السفراء الدول بالاضافه لبعض القيادات وزاره السياحه والاثار طبعا، ومحافظه اسوان بالتالي بتكون موجوده اكيد يعني مع المجموعه يعني، فاعتقد السنه دي ده برضو نفس المستهدف، لكن ان شاء الله برضو 22/2 احنا بنتكلم على ان هو تاريخ شويه ما بيتكررش كتير مميز طبعا. طبعا يعني اتمنى يعني في اقبال من السياحه عليه، وحاليا يعني في كذا حاجه فيها احنا تقريبا اسوان فولي بوكس يعني في الفتره دي. عظيم. حالة الجو بالتأكيد هتفرق. أخبار الطقس في أسوان إيه دلوقتي؟ رائع. الجو رائع في أسوان. أي حد بره أسوان دلوقتي المفروض يعني يجري والله يلحق. والله نفسنا. طبعا أي حد بره أسوان دلوقتي صراحة المفروض يعني يحاول يجي. أسوان جوها دلوقتي دافي جدا، الشمس ساطعة والجو لا برد ولا حر، فده بيخلي الناس تطلع. هو ده الوقت المناسب صح؟ يعني بالظبط. التواجد على تحت الشمس على ضفاف النيل يعني اروع حاجه ممكن تعملها دلوقتي في اسوان. طب خليني يعني اروح مع حضرتك لموضوع تاني بقى، وهو امبارح شفنا تسليم عدد من المنازل للاسر اللي كانت متضرره من السيول طبعا كما وعد السيد الرئيس. عدد اللي تم تسليمهم المنازل قد ايه؟ احنا وصلنا دلوقتي امبارح سلمنا حوالي 20 بيت في منطقه اسمها الكوبانيه. احنا احدى القرى التابعه لقريه غرب اسوان. احنا سلمنا حوالي ما يقرب من 470 بيت. هايل. ما بين جزئي وكلي. وفي 1100 بيت دول الجزئي غالبيتهم جزئي.
دول اللي هم ما بين اسوف ما بين حوائط حاجات يعني كانت اضرار لا تعيق السكن ولكنها تمثل مشكله يعني. فدي شغالين عليها، وطبعا عشان العدد كان كبير ف يعني برضه الوقت عامل الوقت ده مش يعني احنا حاولنا قدر الامكان ان خلال احنا ما كملناش يا دوبك كملنا الشهر الثالث ده كلمنا تقريبا كل البيوت اللي هي كل الناس ما كانتش قادره تقعد في بيتها دلوقتي خلاص استلمت منازلها. عظيم. ده كان المستهدف بتاعنا رقم واحد ان مفيش حد يبقى بره بيته اكتر من كده. طيب بالنسبه للجزء حضرتك قلتي ان هم 1100 1100 دول جاري بقى ما بين دي كلها جزئي يعني الجزئي جزء من السقف جزء من الحائط. المهم ان الناس في البيوت يعني. يس بالظبط كده، مفيش حد بره بيته حضرتك دلوقتي. طيب ده عظيم جدا. عاملين جدول زمني للانتهاء من هذا الامر؟ المستهدف 3 شهر ان شاء الله. عظيم. بالاضافه طبعا ان بعض المنازل يعني احنا كمان في ابروتش مختلف وجديد ان احنا يعني بعض الجمعيات شركه التنميه في اسوان ابتدت تبني دلوقتي، بدانا في انشاء عمارات سكنيه لبعض الاماكن اللي هي في مخرات سيول، لان احنا صعب ان احنا نعيد بناء منازل في مخرات سيول. المنازل دي اهلها نزلوا في حي السلام اقامه معززين مكرمين في شقق مفروشه وجاهزه وعلى اعتقد ان الناس كلها شافتها. ونفس الوقت بنبني حاليا مع الجمعيات عمارات عمارة سكنية بعدد وحدات محترم يكفي العدد اللي موجود في مخرات السيول في هذه المنطقة. ده تفاديا لعدم تكرار الامر مرة تانية، لو حصل سيول بعد كده الناس مش هتبقى موجودة في مخرات السيول، ودي كانت المشكلة. وده تماشيا مع توجيهات السيد الرئيس الجمهورية بانه ما فيش حد يقيم تاني او يقعد في مخرات السيول، هذا امر اصبح غير مقبول وما ينفعش يسيبه اكتر من كده. كل الشكر ليكي دكتورة غادة ابو زيد نائب محافظ اسوان، وبنتمنى لكم اكيد مزيد من التوفيق. نروح لفاصل سريع. فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم باقي فقرات. اهلا بحضراتكم مره ثانيه من بعد الفاصل. دلوقتي معانا فقره فنيه مميزه للغايه، موهبه غايه في الجمال، حاجه كده تفكرك بزمن الفن الجميل. النهارده هنسمع اجمل اغاني الحان مختلفه لان هي عندها شغلها وكمان بتغني كمان اغاني قديمه. ايه عبد الله منورانا في استوديو صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا ايه. صباح الخير يا ايه. احنا كنا مبسوطين قوي في البروفة الحقيقه. انا اكتر ميرسي. طيب احنا كنا امبارح بنحتفل بعيد الحب وعايزين نعرف بقى، انت بتغني اغاني رومانسيه كتير، فعايزين نعرف احتفلت ازاي بعيد الحب امبارح. هو الحقيقه انا سنجل فاحتفلت في البيت عادي جدا. ما اختلفناش، احنا قلنا برضو ان السناجل بيحتفلوا بعيد الحب. بالظبط. على فكره انت كمان قلت لي ان حتى المتجوزين نايمين عادي عشان عندهم شغل الصبح. برافو عليك. طب قولي لي يعني السنجل يعمل ايه؟ يعني مثلا في ناس كتير امبارح على السوشيال ميديا كانت بتكتب يعني انا سنجل ويعني بحقد على مش عارفه مين، مش لاقي حاجه كلها. يعني فيعملوا ايه بقى؟ هقول لك على انا عن نفسي مثلا حبيت امبارح اعمل حاجه مختلفه، يعني طلعت كتاب وقريته. انا عندي مكتبه كبيره في البيت فطلعت امبارح كتاب بدات ان انا اقرا فيه، اعمل حاجه مختلفه. لا مش عن الحب عموما يعني. بس عايزه اقول لك على حاجه، ان برده السناجل ليهم ميزه. ايه بقى؟ ايه بقى؟ اول حاجه مش بيفكروا طول الوقت طب بيحبني ولا ما بيحبنيش. ما عندهمش ضغوط نفسيه طول الوقت، عارف، مرتاحين نفسيا. يعني ده انت معالجه نفسيه بقى. شفت مش جايه تغني مثلا يعني. المرتب مثلا ما بيخلصش ان انت فيه هديه بقى وهتفكر في عزومه ومش عارف ايه وبتاع، ومرتبك بتصرفه لوحدك ما حدش بيشاركك فيه. الموضوع ده مش عايزني بقى خلاص، بلاش نقلب المواجع. مرتبك طب قولي لي يا ايه، يعني الفنان لازم يبقى عايش قصه حب عشان يقدر يعمل اغاني كويسه؟ احنا دايما بنشوف مثلا بره ناجحين قوي، تيلور سويفت مثلا دايما بتحكي ان هي اكتر اغاني هي وادال ناجحه ليهم الاغاني اللي هي بعد البريك اب او بعد الانفصال. فهل لازم الفنان يعيش في حاله سواء حب او انفصال او عشان يطلع اغنيه كويسه وحاله كويسه؟ اللي عايزه اقول لك ان زي ما انت قلتي بالظبط، احنا يعني احنا الفنان مشاعر واحاسيس، ففعلا لما بيحصل حاجه زي كده انفصال او حاجه بالعكس كمان مشاعر بتبقى اعلى. بس كمان لما بيغني للحب انتوا كمان بتحسوا الحب منه. يا عيني انا لسه كنت بفكر في الموضوع ده من كام يوم، ان الفنان بيقدر يوصل احاسيس الحب واحاسيس الحزن في نفس الوقت مهما كان جوه ايه. صح. ليه؟ لان عاشها، لانه عايشها. لانه عايشها. وحاجه كمان، ده دوره ان هو لازم يوصل كل الاحاسيس. طب حتى الفرحينا بقى حاجه كده. طيب بمناسبه الحب بقى، يعني مش عايزين مش السنجل. السنجل خليها كمان شويه، وخلي لو في اغاني نكد نخليها في اخر الفقره مثلا يعني. طيب نقول لنجاة كوبليه من عيون القلب. يلا بينا.
حبيتك يا حبيبي من غير ما اسأل سؤال، وهسهر يا حبيبي مهما طال المطال. حبيتك يا حبيبي من غير ما اسأل سؤال، وهسهر يا حبيبي مهما طال المطال. أنا بس اللي محيرني وما خلانيش أنام، إزاي أنا بقدر أسهر وإزاي تقدر تنام؟ اهو فيها هجر اهو، بس خليتها رومانسيه. لا بس حبيتك يا حبيبي ونوم في موضوع. صوتك حلو قوي يا ايه، انت عندك قبول وطلع حلو قوي على السكرين، ربنا يخليك. ما شاء الله عليك. بدات ازاي مشوارك، عامل ايه؟ من وانا عندي 4 سنين بدات في الاوبرا مع المايسترو سليم سحاب، لحد الان انا متأسسة. في الاوبرا طبعا متاسسه صح، في فرقه عبد الحليم نويره، وطول الوقت بيبقى عندي حفلات في الاوبرا، بره الاوبرا، بره مصر. أغاني كتير بتاعتي حالياً، أنا أصدرت ألبومي الجديد اسمه أصعب إحساس، اللي إن شاء الله هنعرض منه أغاني في الحلقة. تعاونت مع ملحنين كبار في مصر وشعراء موزعين كتير جداً، وبكمل بقى مسيرتي طول الوقت. وكان عندي برنامج كنت عاملاه برضو على قنوات كبيرة. ما شاء الله. أنت شكلك صغير قوي يا آية، يعني عايز أسألك سؤال. شايفة أن المغني لو عنده موهبة حقيقية لازم يثقلها بالتعليم، لازم من سن صغير كمان؟ لازم. عايزه اقول لك في مقوله كده يقول لك ايه، لو انت مثلا عندك 20 سنه او 15 سنه او حتى 9 سنين، انا بتكلم على العمر، في اي حد ممكن يقول لك ايه انت لسه صغير. الجمله دي غلط جدا، لان احنا دلوقتي في عصر سرعه. بالعكس، انت لازم تشتغل على نفسك من وانت صغير، وما ما تتعلمش مهاره واحده، مهارات كتيره، علشان انت يعني كطفل ممكن ما تلاقيش نفسك هنا. صح. ما تلاقيش نفسك هنا، بس هتلاقي نفسك هنا، فاتح لنفسك اكتر من مجال. بالظبط، عشان كده انا مع الامهات اللي هم لازم يبقى اول ما يعني يخلفوا لازم ان هم يدخلوا اولادهم في كذا حاجه وكذا مهاره، حتى لو ما عندوش موهبه في حاجه لازم يعلموه. طب انت بقى يعني ايه اللي انت عملتيه جنب الغنى؟ تمثيل. يعني انا كنت باخد ورش تمثيل، وكنت في ورشه المخرج الكبير خالد جلال، واشتركت بقى في حاجات كتيرة تمثيل وأنا صغيرة، إعلانات، عملت إعلانات لشركات كبيرة كمان. فنانة شاملة ما شاء الله عليك. طيب الحفلات الحفلات اللي بتعمليها برا، إيه أكتر أغاني في الطلب منك؟ الطربي وأغنية. طب إيه في الطربي مثلا؟ اسمعوني الوردة. يلا بينا. يلا بينا. يا أهل الهوى عشقنا يا ما عشقنا، شربنا 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 سنين، شربنا من الهوى، شربنا شربنا سوا، دوبنا
يا ما دوبنا يا ما يا ما يا ما دوبنا وتعذبت قلوبنا. وفي ليلة قبلوه كلموه سألوه عن اسمي سألوه عن حبي سألوه قال ما عرفوش ما قابلتوش ما شفتوش ما عشيتوش قال يعني مش فاكرنا مش فاكرنا مش فاكرنا ولا فاكر حب بينا حب بينا كان بينا وأيامنا سوا. قال لكو ايه ايه قال ايه ما تستغربوش يوه يوه هو في حد النهاردة حد النهاردة النهاردة بيفتكر. الله 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 أنا أقدر بقى إيه نقدر نتكلم عن صوت المغني أو صوت المطرب وهو لوحده كده بدون أي مؤثرات صوتية. هو ده صوت زي ما أنتم شايفين بدون أي بدون مزيكا بدون مؤثرات صوتية يبان صوت الفنان. كنا بنتكلم في بداية الحلقة الشاعر الكبير مرسي جميل عزيز كان بيتكلم عن الفنان الحقيقي المطرب الحقيقي إنه يقدر يمسك المقام صح يقدر يطلع بالمقام مقام عالي يطلع معاه مقام منخفض ينزل ويقدر يمزج ما بين المقامات بدون ما يخل بالنغمة الموسيقية. فما شاء الله ما شاء الله عليك أستاذة. ربنا يخليك والله ميرسي. يعني عايزة أقول لك أنا بجانب الأوبرا وأنا صغيرة انضميت لفرق كتيرة. هو ده على فكرة كمان اللي أثقل الموهبة. كمان انضميت لمسابقة صوت الحياة اللي كانت لجنة تحكيم حلمي بكر وسميرة سعيد وهاني شاكر طبعا مع حفظ الألقاب أساتذة كبار جدا اتعلمت منهم. فده كمان فادني جدا في مسيرتي الفنيه وقربني اكتر للجمهور. اي خلينا نشوف بقى فيديو كليب ليكي أوكي. ونرجع تاني نتكلم عنه. ماشي. اصعب احساس لما يسيبك اللي انت امنت انه حبيبك وعملت حسابك ترتيبك ورهنت عليه وخسرت عشانه ولا همك زودت همومه على همك وحرقت في اعصابك دمك علشان ترضيه. اصعب احساس لما يسيبك اللي انت امنت انه حبيبك وعملت حسابك ترتيبك وراهنت عليه وخسرت عشانه همك زودت همومه على همك وحرقت في أعصابك دمك علشان ترضيه. مستغرب ليه كده متضايق مش طايق حد مخنوق مش قادر تتكلم ولا عندك رد. مستغرب ليه مش قادر تتكلم ولا عندك رد. ما تفوق من وهمك وتعلم ببساطة الدرس. طب ايه احنا شفنا الفيديو كليب هو حلو قوي. انت المفروض في حد بيبعت لك لوكيشن حبيبك اللي بيخونك مع حد للأسف. وده الاصعب احساس لو حصل معاكي كده في الحقيقه هتعملي ايه؟ هتروحي اللوكيشن؟ هروح اللوكيشن وحاسه اني هبقى نفس الرياكشن اللي عملته. انا اللي عملته ان انا رحت اللوكيشن بصيت لهم بس اللي هو مجرد اني ظهرت بدون كلام اصلا هو العين قالت كل حاجه مش محتاجه اكتر من كده. الكليب طبعا اخراج استاذ نهاد كمال و كلمات مين؟ كلمات سالم الشهباني الحان كريم نيازي توزيع عمر اسماعيل. طبعا بشكر كل فريق العمل اللي شارك معايا في الكليب ده استاذ حسن غريب وكل الكرو اللي ساعدني كمان في التسويق مؤمن ومحمود وناس كتيره قوي. كمان عايزه اضيف اني اول مطربه بتصور فيديو كليب في جبل الملح في بورسعيد. عظيم. وانا مبسوطه جدا بده لاني كل الجبل ده فيه تلج حقيقي صح؟ ده جبل ملح بس هو اللوكيشن تلج. فمدي كمان انطباع ان انا مصوره بره مصر. انا مبسوطه اني اظهرت كمان جمال بلدي. صحيح. في الكليبات ده مش في ده بس كمان في باقي الالبوم
كل مكان خدت منه مش مجرد كليب. جزء. لا مش مجرد كليب، الالبوم كله هتلاقوا ان انا صورت في فايد، صورت عند الاهرامات، صورت حاجات حلوه قوي ان شاء الله هتشوفوها في باقي الاغاني اللي جايه ان شاء دي الله. رابع اغنيه من الالبوم اصعب احساس. ده عظيم جدا. دايما الفنان ومن هو صغير زي ما انت قلتي بداتي من 4 سنين تقريبا او 5 سنين بيكون عنده قدوه، يعني بيشوف حد كده بيفضل يقلده في البدايه ويفضل ماسك اغانيه كلها عمال يغنيها وهو رايح وهو جاي. مين كان قدوتك وانت بتبتدي؟ ام كلثوم. انا وانا صغيره لما درست في التاريخ ان ام كلثوم يعني سافرت علشان كان وقت مصر كان في يعني ان هي في حروب او في حاجات عندنا، وهي سافرت علشان تعمل حفلات وبالفلوس دي تمد الانتاج الحربي. كانت بتدعم مصر بالفعل، كانت بتدعم مصر في كل المواقف الحقيقة. كان من اول ما انا قريت الجمله دي اصلا انا يعني حسيت ان هي دي قدوتي كمان في النقطه دي، ان انا طول مسيرتي الفنيه بعمل اغاني كتير لمصر، وبحب دايما اعبر عن اللي جوايا باني اعمل اغاني كويس للمناسبات لبلدي طول الوقت. حتى التلفزيون المصري كان انتج لي اغنيه قبل كده لمصر اسمها مصر جوايا، وتصورت فيديو كليب حلو قوي. وفي اغاني بقى كتير ليا لمصر، مصر نمبر 1 ومصر في القلب وحاجات كتير قوي كنت عاملاها لمصر. انا اسمع انك بتحبي هدى سلطان قوي. جدا. تغني لنا حاجه هدى سلطان؟ يلا بينا. يلا بينا. إن كنت ناسي أفكرك، إن كنت ناسي أفكرك يا مكان غرامي 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 بسهرك. إن كنت ناسي أفكرك يا مكان غرامي 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 بسهرك، وكان بقى هايل هايل ما شاء الله عليك. طب قولي لي بقى مين من المطربين الجداد بتحبي تسمعي لهم وتغني لهم؟ شيرين وتامر حسني وحسين الجسمي. شيرين صوتها معاكي هيبقى حلو قوي قوي، تسمعيني حاجه سريعه لشيرين؟ اوكي. وسريع ليه؟ احنا معانا وقت يعني معانا وقت بس يعني قاعده معانا. انا حاسه ان انا بس بنروح للموجز ونرجع لها مره ثانيه فاحنا قاعدين. اوكي كملي. طيب اقول كده يا قلبي لشيرين. يلا بينا. الله الله عليكي. كده كده يا قلبي يا حتة مني، يا كل حاجة حلوة فيا. كده كده هتمشي وتسيبني وحدي في الحياة والدنيا دي، يعني ايه؟ يعني خلاص انا مش هشوفك تاني، مش هلمسك، مش هحكي ليك عن حاجة تعباني. يعني ايه؟ يعني خلاص أنا مش هشوفك تاني، مش هلمسك، مش هحكي ليك عن حاجة تعباني. كنت روحي لما كان جوايا روح، عمري ما تخيلت إنك يوم تروح. كنت روحي لما كان جوايا روح، عمري ما تخيلت انك
مش فاضلي مني غير حبة جروح. مع السلامة يا حبيبي وفي أمان، عمري ما حقول يوم عليك ماضي وكان، عمري ما انسى مهما طال بيا الزمان. ايه الاحساس الجميل؟ عيطت لنا المذيعه. ينفع كده؟ انا كنت اعيط برضه، الاغنيه دي بتخليني اعيط، فيعني يا ريتني طلبت منك شريك. انت اللي طلبتي. بصي يلا الحمد لله. بس انت بتميلي شويه للاغاني الحزينه. كلها احاسيس ومشاعر بتعبر قوي عن اي حاله للانسان طبيعي يعني. احنا على فكره يعني. هو كان طبيعي ان الفقره تنتهي، لكن احنا عشان موجز، بس احنا عندنا موجز، هنروح الموجز، احنا هنرجع تاني عشان نكمل. أوكي. عشان لسه عندنا قصص وعندنا حكايات وعندنا اغاني تانية في الكليب الجديد اللي انت عملتيه. انت قلتي عملتي منه اربعه مش كده؟ عملت اربع اغاني من الالبوم بتاعي اسمه البوم اصعب احساس. طيب خلينا نروح للموجز دلوقتي ونرجع. أوكي. نكمل كلامنا مشاهدينا. موجز الاخبار مع منى. اتفضلي يا منى. شكرا ليك شاذلي. التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم إلى العاصمة البلجيكية بروكسل للمشاركة في الدورة السادسة لقمة المشاركة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، والتي ستعقد على مدار يومي 17 و 18 من فبراير الجاري بمقر الاتحاد الأوروبي. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن القمة الأفريقية الأوروبية تعقد هذا العام تحت عنوان أفريقيا وأوروبا قارتان برؤية مشتركة حتى 2030، حيث عقدت أولى دوراتها في القاهرة عام 2000، والتي شهدت تأسيس آليات المشاركة بين الجانبين من خلال خطط عمل القاهرة، أخذا في الاعتبار أن الجانب الأوروبي يعد من أبرز الشركاء الدوليين الذي يحرص الاتحاد الأفريقي على تعزيز أواصر العلاقات معه، لا سيما فيما يتعلق بملفات التنمية وصون السلم والأمن الدوليين، فضلا عن التشاور المستمر بين الجانبين حول كيفية تصدي للتحديات المشتركة. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن حجم الإنفاق الذي وجهته الدولة لمشروعات البنية التحتية خلال السنوات السبع الماضية بلغ نحو 400 مليار دولار، حيث تتكلف مبادرة حياة كريمة فقط 40 مليار دولار بهدف تطوير الأوضاع المعيشية للريف المصري. وأشار الرئيس السيسي خلال افتتاحه مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول إيجيبتس 2022 في دورته الخامسة إلى أن المواطن المصري لم يكن يتجاوب مع خطط الإصلاح الاقتصادي في الماضي، ولكنه تجاوب الآن عندما لمس جدية من الدولة لتنفيذ تلك الإصلاحات. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم مصر وترحيبها بتطوير علاقات التعاون المشترك مع شركة بريتش بتروليوم بي بي نظرا للتاريخ الممتد للشركة وسوابق نشاطها في مصر. ووجه الرئيس السيسي خلال استقباله الرئيس التنفيذي لشركة بريتش بتروليوم برنارد لوني بمواصلة التنسيق والتعاون مع الشركة البريطانية وتدليل أي عقبات قد تواجه أعمالها، وذلك بهدف الاستمرار في تعزيز جهود أبحاث واكتشافات وإنتاج البترول في مصر. كما أكد الرئيس السيسي خلال استقباله جون كريستمان رئيس مجلس إدارة شركة أباتشي الأمريكية تقدير مصر لحجم أنشطة واستثمارات الشركة في مصر، والتي تسهم بشكل كبير في عمليات الاستكشاف والإنتاج للغاز والبترول. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تطرق لتطلع مصر لتعزيز أنشطة شركة أباتشي واستثماراتها في مصر سعيا لزيادة الاستكشافات في مجال الغاز والبترول. انطلقت فعاليات النسخة الأولى من أسبوع أفريقيا أوروبا المقامة على هامش القمة الأفريقية الأوروبية المرتقبة الخميس المقبل، والتي تستضيفها بروكسل.
وأوضح بيان صادر عن الاتحاد الأفريقي أن أجندة فعاليات أسبوع أفريقيا أوروبا تستهدف الجمع بين الشباب والمجتمع المدني والقطاع الخاص من أفريقيا وأوروبا لمناقشة جوانب الشراكة بين أفريقيا والاتحاد الأوروبي وتعزيز الروابط بين الجانبين. يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم لقاء مع المستشار الألماني أولاف شولتز في موسكو في محاولة لوقف التصعيد بشأن الأزمة الأوكرانية. وقال شولتز خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي أن النشاطات العسكرية لروسيا على الحدود الأوكرانية غير مفهومة وأنه لا توجد أسباب معقولة لهذا الانتشار العسكري. أعلنت الولايات المتحدة إغلاق سفارتها في العاصمة الأوكرانية كييف ونقل العدد المتبقي من بعثتها الدبلوماسية في أوكرانيا بشكل مؤقت إلى مدينة لافيف غربي أوكرانيا. وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إن تلك الخطوة تأتي بسبب التسارع الدرامي في تعزيز القوات الروسية على الحدود مع أوكرانيا، مضيفا أن تلك الإجراءات هدفها الحفاظ على الدبلوماسيين الأمريكيين، وحث بلينكين المواطنين الأمريكيين الباقين في أوكرانيا على مغادرة البلاد على الفور. أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو تفعيل قانون تدبير الطوارئ لإنهاء الاحتجاجات المعارضة للتدابير الصحية المعتمدة في البلاد والمتواصلة منذ أكثر من أسبوعين. وقال ترودو إن الحكومة الفيدرالية لجأت لقانون تدابير الطوارئ لتعزيز صلاحيات المقاطعات والمناطق ومواجهة الاحتلالات، موضحا أن الجيش لن ينتشر وأن الإجراءات الجديدة ستكون محصورة زمنيا وجغرافيا. يأتي ذلك عقب ضبط الشرطة الكندية أسلحة وذخائر وأوقفت 11 شخصا كانوا يقطعون معبرا حدوديا بين كندا والولايات المتحدة في إطار الاحتجاج على تدابير مكافحة كورونا. نهاية موجز التاسعة، عودة للزملاء بسنت وشاذلي لاستكمال باقي فقراتنا في صباح الخير. تفضلي يا شاذلي وتفضلي بسنت. شكرا ليك يا منى، ولسه مستمرين مع حضراتكم مع الموهبة الجميلة آية عبد الله اللي منورانا النهارده في الاستوديو. آية صوتك جميل ويعني الحقيقة أثرتي فيا قوي وفي شاذلي أكيد. تمسكتي؟ تمسكت شويه دلوقتي. نهار خدتي بالك في الشويه بتوع الموجز دول بتعيط؟ يعني صوتك حقيقي وصل لي جامد قوي. فقولي لي يا ايه، حابه كمان انت بتقولي بتمثلي كمان، حابه تمثلي وتحترفي التمثيل في المستقبل؟ انا بحب التمثيل فعلا جدا، وخدت كورسات في التمثيل، وده يمكن الاثقل كمان الجزء ده عندي مع المخرج الكبير خالد جلال زي ما انا قلت، وكمان المخرج شادي الدالي خدت معاه ورشه. لا انت يعني متمرنه كده على ايد الاساتذه الصح، سليم سحاب في الغنى، خالد جلال في التمثيل، خلاص كده بالظبط. بحب ده جدا، وكمان لو تاخدوا بالكم في الكليبات بتاعتي هتلاقوا الاداء التمثيلي او الاداء التعبيري كمان باين. لا وهنا كمان على فكره. طب الحمد لله. وهنا لا فعلا والله، وده عامل كبير جدا من عوامل نجاح المغني او المطرب انه يوصل احساسه يعني اللي حصل دلوقتي فعلا ده تجربه، يعني ان بسنت تعيط فعلا من اغنيه بالشكل ده، اغنيه حزينه شويه، ده نجاح للمغني. بالظبط. وعايزه اقول لك على حاجه، اني انا كمان يعني زي ما انت بتقول التمثيل او الاداء التعبيري او الصوت، لان كل ده بيشمل الفنان، الفنان مش صوت، صح. الفنان ادوات كتيره، صح. بتكون حوالين ده. انا لما مثلا في الكليبات عملت الاداء التعبيري، مخرجين فعلا كتير كلموني قالوا لي انت فظيعه، ازاي عملتي الاداء ده؟ انا حاولت ابين ده كمان في كليباتي، توصلي احساس بكل الادوات الممكنه، كل الادوات مش صوت بس. طب بصي، انا طلبت منك تغني حاجه للجديد، عايزه حاجه للجديد برضو بس. أوكي. حاجه فريحي شويه. حاضر حاضر، ما تخافيش. مش عايزك بقى. مش عايزك. كفايه، عايزين الفرحه تدخل المكان بقى. اوكي. هقول حاجه لعمرو دياب. يلا. يتعلموا مرقدي، يتعلموا شوف هم فين وحبيبي فين، ما شافوش كده ولا يحلموا. يتعلموا مرقدي، يتعلموا
شوف هما فين وحبيبي فين، ما شافوش كده ولا يحلموا، اللي عنده ضحكة زي دية واللي لونه عيونه مش عادية، يجي هنا جنبي يجي ليا احكي له اللي شفته انا بعينيا، اموت اموت في الضحكة دي، اموت اموت في الضحكة دي، الله 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 عيني عليه. الله عليكي انت، الله يعينك. ايه الجمال ده؟ طب انت قلتي في الاول ان قدوتك ام كلثوم، نسمع حاجه سريعه كده لام كلثوم قبل ما نختم. اوكي يلا بينا. كلموني تاني عنك، فكروني فكروني، كلموني تاني عنك، فكروني فكروني، صحوا نار الشوق، الشوق في قلبي وفي عيوني، رجعولي الماضي بنعيم وغلاوته وبحلاوته وبعذابه وبقساوته، وافتكرت فرحت وياك قد ايه، وافتكرت كمان يا روحي بعدنا ليه بعدنا ليه، بعدنا ليه بعد ما صدقت اني قدرت انسى، بعد ما قلبي قدر يسلك ويقسى، جم بغمسة وغيروني، كانوا ليه فكروني بيفكروني. سيدي يا سيدي، الله الله الله، وشفتي بقى تجسيد الكلمات وهي بتقول في نعيمه، تحسي في نعيم يعني عارفه، وقساوته لا، تعبيرات وشها وادائها لا مختلف طبعا. على فكره هو ده تذوق الموسيقي، اللي هو ان انت لازم كمان الكلمه تعبر عنها والمعاني توصلها للجمهور، مش مجرد ان انت بتقرا جورنال. هي انت عندك ثقه في النفس هتوديكي اماكن بعيده قوي، وعندك كاريزما مش عند اي حد، في ناس كتيره موهوبه لكن مش كل الناس عندها كاريزما، صوتك اكبر من سنك، طلتك حلوه على الشاشه، كل ده هيأهلك ان انت ان شاء الله تبقي من اهم مطربين مصر ان شاء الله في الفتره الجايه. كل شكر ليكي على وجودك معانا، نورتينا. ميرسي ده نوركو، وانا اتشرفت اني كنت معاكم النهارده. الله يخليك، صباح الخير يا مصر. جدا شكرا لك، بنشكرك طبعا. دلوقتي مشاهدينا هنستاذن حضراتكم، هنروح لفاصل سريع ونرجع من بعده نكمل باقي فقرات. اهلا بحضراتكم مره تانية بعد الفاصل. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عمل اجتماع اول امبارح تابع فيه برنامج الاطروحات الحكوميه حتى نهايه العام الجاري، وده تزامنا مع اعلان الهيئه العامه للاستثمار عن الخريطه الاستثماريه الجديده واللي بتقدم تسهيلات جديده للمستثمرين، وكمان بتتيح للمستثمر التقدم على اطروحات ومتابعتها الكترونيا. خلينا نتكلم اكتر ونعرف تفاصيل اكتر عن برنامج الاطروحات الحكوميه مع ضيفنا عبر الهاتف دكتور ابراهيم مصطفى الخبير الاقتصادي. دكتور ابراهيم اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. السلام مشاهدينا، يا اهلا بيك. عايزين نفهم في البدايه ايه هو برنامج الاطروحات الحكوميه وايه هيكون العائد منه على الاستثمار؟ خلينا اول ان البرنامج ده اتاجل كذا مره وكل مره بيتحدث، وزي ما قال السيد الرئيس امبارح في الاجتماع ان اهميه المضي قدما في هذا البرنامج، لانه بيوسع قاعده الملكيه وبيدي الفرص الاستثماريه المتاحه امام المستثمرين، بالذات لما تيجي تطرحها في البورصه، ده دعم من نوع اخر للبورصه المصريه، لان الطرح هيتم خلال البورصه المصريه، والشركات دي التوجيه من دايما الشركات اللي تكون جاذبه للاستثمار، اللي هي عندها معدلات ربحيه اعلى،
وبالذات الشركات الحكوميه الفتره اللي فاتت عملت معدلات ربحيه كويسه واداء كويس جدا. ده مهم جدا لان انت النهارده بتخاطب المجتمع الدولي الاستثماري ان مصر عندها خطه طموحه للتنميه وبتعرض فرص استثماريه في كافه المجالات ومتنوعه. وزي ما حضرتك ذكرت كمان كان معانا الخريطه الاستثماريه امبارح اللي فيها اتاحه للفرص الاستثماريه في كافه القطاعات وتوزيع جغرافي بكافه التفاصيل الخاصه بيها، واتاحه كمان لجهات الولايه انها تخش تعدل وتحدث وترجع على المستثمرين من خلال اطار تفاعلي. دي كلها انا شايفها توجهات جيده جدا للفتره الجايه وتعبر عن ما قامت به مصر من جهود في الاصلاح الفكري. هايل. طب احنا ايه الخطط اللي احنا حاطينها بقى والبرنامج حاططها عشان يجذب الفرص الاستثماريه والمستثمرين في الخارج بالذات؟ طيب بصي حضرتك البرنامج حد من مجموعه من الشركات في مختلف القطاعات، اهم حاجه بالنسبه للمستثمر في الحته دي انه يبقى عنده الوضوح المعلومات والبيانات الخاصه بالفرص الاستثماريه بالذات في مجال البحث، لان ده بيعبر ان دوله عندها قدره كبيره على الافصاح والشفافيه تجاه سياساتها وتجاه فرصها الاستثماريه. فوجود حاجه زي كده في الوقت الحالي ده بيخلي قدام المستثمر رؤيه واضحه تجاه الخريطه الاستثماريه في مصر في كافه القطاعات المختلفه وربطها بالاهداف التنمويه لمصر في خلال الفتره الجايه للحفاظ على مهدات النمو المتاحه. النهارده وزير الماليه كمان في الاجتماع امبارح عرض لغايه 31 ديسمبر الخطه والشركات المفروض انها الفتره الجايه يبقى ايه الموضع بتاعها. فالرئيس بيوجه بقى له فتره ان احنا محتاجين نتخرج بشكل تدريجي من النشاط الاقتصادي للشركات التابعه للدوله. ده توجه مهم جدا في ظل نصائح المؤسسات الدوليه اللي بتشيد بالاقتصاد المصري الفتره اللي فاتت والتطور الكبير اللي حدث على المؤشرات الكليه للاقتصاد المصري. فبالتالي النهارده في اطار الاصلاح الهيكلي دور طبيعي ان الدوله لما تنهض بالنشاط الاقتصادي تبدا تعلن عن الشركات الخاصه بها والتخارج التدريجي من هذه الانشطه. وده من نوع اخر دعم للقطاع الخاص، خدت بال حضرتك، وتوجيه كبير جدا ان الفتره الجايه لكمان القطاع الخاص كشريك اساسي في التنميه. طيب حضرتك اتكلمت عن المجتمع الدولي من المستثمرين ازاي بينظر لمصر واهميه وجود الخريطه الاستثماريه اللي بتطرحها مصر، عايزين نعرف من حضرتك عدد الفرص اللي موجوده في هذه الخريطه الاستثماريه وايه هي كمان المميزات اللي بيشملها التحديث. اهم حاجه في الفرص المتاحه حاليا انها واضحه وموزعه جغرافيا وقطاعيا. خدت بال حضرتك؟ ده مهم جدا. ليه؟ لان انا اقدر اعرف مكان الفرص الاستثماريه والارض المتاحه ليها فين وجهه الولايه المعنيه. عظيم. في اطار تنسيق متبادل ما بين الجهات المعنيه. ده ما كانش متاح قبل كده، كان دايما في مشكله مع جهات الولايه، خدت بال حضرتك؟ وكان طريقه التخصيص وعرض النتائج والمره دي فيه مثلا اجراء قرعه والنتائج الالكترونيه دي كلها بتدي فرص اكبر واتاحه اكبر للمناطق الخاصه بالفرص. وزي ما قالوا امبارح في رئيس هيئه الاستثمار ان في حوالي 2551 فرصه و24 دراسه قطاعيه و57 دراسه جدوى استرشاديه. فدي كلها حاجات مهمه بالذات لما يكون في فرص مدروسه كويس، خدت بال حضرتك، وعليها بيانات كويسه جدا تقدر تخلي المستثمر يعمل الحسابات الخاصه بيه عشان يقدر ياخد القرار الاستثماري. فلو كل الحاجات دي متاحه الكترونيا، خدت بال حضرتك، كمان عندك ميزه ان الموقع او الخريطه الاستثماريه، موقع الخريطه الاستثماريه بيبعت كمان نوتيفيكيشنز للناس للمستثمرين بخصوص اللي هم موجودين على المين ليست على قائمه الالكترونيه او المستهدفين، يقول لهم ايه الفرص المتاحه وطريقه عرضها وازاي تقدم عليها. عظيم. دي كلها بتوفر عليك وقت ومجهود جدا في اطار انت عندك النهارده استراتيجيه للتحول الرقمي في كافه المجالات. طب يعني دكتور في كلام ايجابي منشور عن رغبه لشركه امريكيه في ضخ استثمارات في مصر، احكي لنا اكتر. مش شركه امريكيه بس، في كافه القطاعات يا فندم. عندي النهارده انا مريض مصر وجات تاني على الخريطه الاستثماريه. كل الشركات اللي بتخرجي بره النهارده عشان بتروحي مثلا دبي ولا بتروحي مؤتمرات استثماريه تلاقي مثلا ايه وبتقابل ناس حتى في الطياره وانت رايحه وفي الايفنتات كلها يقول لك لا احنا رايحين مصر، احنا جايين من مصر. في اهتمام كبير في بالاقتصاد المصري نتيجه التطور الكبير اللي حصل فيه الفتره اللي فاتت والتحسين في المناخ الاقتصادي وما زال مستمر لغايه دلوقتي، خدت بال حضرتك؟ نتيجه طب واصلين لفين يا فندم؟ هل في فعلا مراحل اتفاق مع الحكومه دلوقتي بتجرى؟
بص حضرتك طبعا في حوارات كتير مع الحكومه، بس مش بس في اللي عندك في مجال الاستشفيات البتروليه والبتروكيميكلز. الفتره اللي فاتت عندك كان عندنا كثير من هذه التفاصيل. كمان عندنا الفتره اللي فاتت كان في استحواذات في مجال الفنتك كتير جدا، ودخل استثمارات في مجال التكنولوجيا الماليه وما يتعلق بالتكنولوجيا. فدي كلها مؤشرات ايجابيه ان في زي حضرتك لما يكون في الاستحواذات بتكتر، ده بيدي مؤشر ان في حركه استثماريه كويسه جدا، سواء على المستوى المحلي او على المستوى الدولي كمان من ناحيه اخرى. فحتى الاستحواذات على المستوى العالمي زايده الفتره اللي فاتت، خدت بالك حضرتك. تاني طيب. حاجه عندنا النهارده مثلا موضوع الاستحواذ على شركه باحد بنوك الاستثمار، او عرض الاستحواذ على احد بنوك الاستثمار من خلال البورصه المصريه. السوق جاذب جدا في الوقت الحالي، خدت بالك حضرتك، والاسعار المتعلقه باسهم الشركات وغيرها بقت موضع اعتبار لكثير من الشركات الاسلاميه والعالميه. ده بيخلي عندي نظره ايجابيه للسوق المصري في كافه القطاعات المختلفه. طيب ده عظيم جدا. مع تحديث الخريطه الاستثماريه دكتور ابراهيم، هل كل ما يحتاجه المستثمر اصبح متوفر في مصر دلوقتي من تسهيلات وضمانات؟ بص حضرتك، القانون محدد الضمانات الخاصه بالمستثمرين وواضحه بالنسبه للكل. اهم حاجه التنفيذ الفعلي، بمعنى ايه؟ النهارده لما اشوف ان انا بحدد خريطه استثماريه بشكل مختلف او وفق للرؤى او الاراء اللي بتجيني او وجهات النظر اللي بتجيني المستثمرين على وضع هذه الفرص قبل كده، يقول لك مثلا مش عارفين نابلاي عليها. والله في معلومات ناقصه، طب والله جهه الولايه فيها مشكله معايا. لما النهارده ازم جهه الولايه تخش تحدد بياناتها وتخش في اطار تفاعلي وكلنا موجودين على منصه واحده، اكيد يبقى عندي اب تو ديت معلومه وبيان بخصوص الفرصه الاسمها، واب تو ديت ان انا عندي محدث بتطور المتابعه لهذه الفرصه الموجوده عندي الاسمها على السيستم. فده حاجه بالنسبه لي انا شايف انها خطوات مهمه وايجابيه. احنا المفروض دايما نطور من نفسنا بنعيد من خدماتنا عشان نوصل لاكبر قاعده استثماريه موجوده محليا واقليميا ودوليا. عظيم. دكتور إبراهيم مصطفى الخبير الاقتصادي، كل الشكر ليك على هذه المكالمة أكيد القيمة. طيب هنروح مع حضراتكم لتقرير مهم للغاية، وهنتكلم عن المشروعات السمكية العملاقة اللي اتعملت في السنين الأخيرة، والحقيقة حققت طفرة كبيرة جدا في مجال الإنتاج السمكي وكمان في أسواق التصدير الخارجية. مصر بقت في المركز الأول أفريقيا في هذا المجال، في مجال الاستزراع السمكي، وكمان السادس عالمي. قطعت مصر شوطا طويلا في قطاع الاستزراع السمكي، والذي جعلها تقترب من الاكتفاء الذاتي من الأسماك والوصول إلى مراحل متقدمة في عمليات تصديره، وتصبح لها أسواق خارجية تباع فيها الأسماك المصرية المميزة. وأصدرت الحكومة تقريرا حول احتلال مصر المركز الثالث على مستوى العالم في إنتاج أسماك البلطي. وبحسب بيانات وزارة الزراعة، فإن إنتاج مصر من الأسماك سنوياً يبلغ حوالي 2 مليون طن، من بينها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي و400 ألف طن من المصايد الطبيعية. وتحتل مصر المركز الأول إفريقياً في الاستزراع السمكي والسادس عالمياً في هذا المجال. وساهمت المشروعات القومية في زيادة إنتاج الأسماك، مثل مشروع الفيروز الذي تم افتتاحه خلال يناير قبل الماضي في شرق التفريعة بمحافظة بورسعيد على مساحة 26 ألف فدان تقريباً، وبمواجهة 17.5 كيلومتر بمحاذاة ساحل البحر المتوسط وعمق 10 كيلومتر شرق بورسعيد. ومن أهم المشروعات التي ساعدت مصر للاكتفاء الذاتي من الأسماك مشروع الاستزراع السمكي حول محور تنمية قناة السويس الجديدة، ومشروع المزارع السمكية بواحتي الدخلة والخرجة بمحافظة الوادي الجديد، وكذلك مشروعات الاستزراع في الأقفاص العائمة والاستزراع السمكي في المنخفضات والأحواض الترابية بالساحل الشمالي الغربي وحول محور قناة السويس. وفي الوقت الحالي يتم إنشاء الأقفاص البحرية بشمال سيناء وإنشاء مزارع بحرية على ساحلي البحر المتوسط والبحر الأحمر، مع إعادة صلاحية الملاحات لرفع إنتاجيتها من الأسماك.
رجعنا لحضراتكم تاني وهنقرا بقى الكومنتس بتاعتكم على سؤال الحلقه النهارده. يعني لو حد او موقف جدعانة من حد غريب، وجيهان بتقول لنا صباح النور محمد وبسامته منا وكل البرنامج، مواقف الجدعانة كتيره من المصريين وخاصه الاسكندرانيه، فمثلا لما كنا في جورجيا تهنا واحد مصري هناك الوحيد اللي اهتم وساعدنا، وصلنا لحد الفندق وكذا مره ستات جدعه في الاسكندريه يساعدوني لما لقوني شايله اكياس كتير، و موقف كتير قوي مرت بيها جيهان الحقيقه. والمصري معروف ان هو جدع في كل حته، يعني مش بس في مصر، لا في جورجيا كمان واحد ساعدها. نروح لساره. ساره بالمناسبه نفسها تسمع اغنيه يا حلو صبح يا حلو طل على طول معانا في صباح الخير يا مصر، ان شاء الله نشوف الموضوع ده. ساره بتقول لك ليها ذكريات كتيره معاها، باباها كان بيصحيها عليها زمان وهي رايحه المدرسه، لكن هي وهي بتحكي عن موقف الجدعانه هي من سوهاج بتقول كنت في القاهره رايحه قصر العيني، قابلني عم سعيد عم الجدعانه كلها، ساعدني وقف معايا وخدمني جدا بدون اي سابق معرفه وحب يساعدني، وفي الوقت ده انا كنت لوحدي وكنت حاسه ان انا محتاجه حد يخدمني، خصوصا ان انا جايه بقى من الصعيد وغريبه على القاهره، فانا بشكره جدا جدا جدا، هو راجل طيب ومحترم وجدع. ده بقى شهامه المصريين، يعني احنا من هنا بنشكره اكيد. خلونا بقى دلوقتي نروح لمتحف الحضاره ونتابع حاله الاقبال الكبيره على المتحف، خاصه ان في خلال اليومين او اليومين اللي فاتوا بس استقبل المتحف 12,000 زائر، وفي كمان خطه لافتتاح عدد اكتر من القاعات في المتحف. خلونا نتابع من خلال زميلتنا جرمين ابراهيم. صباح الخير عليك يا جرمين. صباح الخير عليك يا بسنت، وصباح الخير على شاذلي، وصباح الخير على مشاهدي صباح الخير يا مصر في كل مكان. الحقيقه احنا موجودين النهارده في متحف الحضاره عشان نحتفل معاهم بتحطيمهم الرقم القياسي في عدد الزيارات خلال يومين من افتتاح وقت افتتاح المتحف في او يعني عاده افتتاحه في ابريل الماضي، وصلت عدد الزيارات ل 12,000 زائر، وده في المتحف فريد من نوعه في مصر والوطن العربي، لانه يعني في مجموعه من المقتنيات النادره اللي بتخص الحضارة المصرية من عصور ما قبل التاريخ وصولا للعصر الحديث. وعشان نعرف تفاصيل أكتر معانا دكتور سيد أبو الفضل المشرف على الشؤون الأثرية بمتحف الحضارة. صباح الخير يا دكتور، برحب بيك. يعني في البداية عايزين نعرف تفاصيل تحطيمكم للرقم القياسي في عدد الزائرين، وإزاي استقبلتوا العدد الكبير ده خلال يومين؟ والله احنا من ساعة الافتتاح من 3 ابريل 2021 وكان العدد الحمد لله مقبول وكنا مرضين عنه جدا جدا، ولكن حدث في ان يوم الجمعة والسبت اللي هم الاخر جمعة والسبت انه العدد تجاوز ال 12,000، وده عدد رقم ما وصلناهوش قبل كده الحمد لله. كنا بنوصل في اليوم ل 4,000 و5,000 كانت اكتر حاجه وصلنا لها 5,300، ولكن ان نوصل في يومين ورا بعض ب 12,000 في ظل الظروف اللي احنا شايفينها والعالم شايفها الحمد لله، ده احنا رقم احنا راضيين عنه جدا جدا، وبنستقبل اي عدد الحمد لله في ظل الاجراءات الاحترازيه اللي بيقوم بها المتحف، ومن بدايه من دخول البوابه لحد ما بينتهي زياره الزائر نفسه. يعني يا دكتور من وقت افتتاح المتحف لحد دلوقتي وهو يعني في وقت قصير بقى على قائمة زيارة أي سائح جاي لمصر، مش بس كده كمان المسؤولين الرسميين بيكونوا حريصين إن هم يزوروا متحف الحضارة، في رأيك إيه سبب يعني إن المتحف بقى في قائمة الزيارات في الوقت ده؟ والله الافتتاح الرهيب اللي حدث للمتحف بنقل المومياوات الملكيه وصداع على العالم كله خلى كل اللي عايز يجي مصر عايز اول حاجه يزورها المتحف القومي للحضاره المصريه عشان يشوف العرض اللي موجود فيه ويشوف المومياوات، قاعه المومياوات الملكيه اللي هي العرض المميز اللي بيحرص كل الناس سواء مصريين او اجانب على انهم يزوروا المتحف القومي للحضاره المصريه. فالحمد لله احنا العدد راضيين عنه جدا جدا. زيارات رسميه احنا اساسا على قائمه الزيارات الرسميه الخاصه بالبلد ان هم لازم عايزين يجي يشوفوا المتحف القومي للحضاره المصريه، يشوفوا المقتنيات، يشوفوا المومياوات والصدى الرهيب اللي عمله الافتتاح الكبير في 3 ابريل. عايزين نعرف علاقتهم بتكون ايه لما بيشوفوا المومياوات ويشوفوا المقتنيات النادره. احنا عارفين كمان انه من ايام كان يمكن في زياره للامين العام لمنظمه الاوبك العالميه للمتحف، دي كانت اخر زياره رسميه، فتعليقاتهم بتكون ايه على المتحف وهل شافوا مقتنيات في اي مكان في العالم غير متحف الحضاره؟ والله احنا الكلام اللي بنتلقاه بعد انتهاء الزياره احنا بصراحه بنبقى يعني مبسوطين جدا جدا، لان هم مش مجرد اعجاب، ده هم مبهورين بالعرض نفسه، مبهورين بطريقه العرض، بالاسلوب العرض الجديد، الوسائل المساعده في الشاشات التفاعليه او في الحاجات التكنولوجيا الموجوده في المتحف، مبهورين جدا بيها، مبهورين بالعرض الجديد، مبهورين ايضا بعرض المومياوات اللي هو اختلف تماما عن عرضها القديم في المتحف المصري بالتحرير، فعرضها الجديد انه اكنه مقبره ملكيه وبيخش بيشوفهم في جو يوحي ان هو فعلا داخل على ملك مصري قديم في مقبرته بوادي الملوك.
ولكن من التطورات الأخيرة اللي شفناها في متحف الحضارة ويعني بيتم تحديثها بشكل مستمر هو وجود تطبيق إلكتروني خاص بالمتحف. عايزين نعرف المشاهدين اللي يمكن ما سمعوش عن موضوع التطبيق الإلكتروني، إيه يعني أهمية التطبيق وإيه اللي ممكن يلاقوه عليه؟ ده أول مرة في متحف مصري إنه يكون في أبليكيشن أو تطبيق إلكتروني خاص بالمتحف. حضرتك بتنزليه من على الجوجل بلاي أو الجوجل أبس، بتنزليه بتلاقي كل المعلومات اللي ممكن تجديها عن المتحف، بداية من إزاي أوصل للمتحف، إيه المقتنيات وإيه المقاعات العرض اللي موجودة في المتحف، إيه الخدمات اللي بيقدمها للمتحف للزائر، إزاي حتى أن أنا أدفع أونلاين لو أنا عايز أدفع تذكرتي من قبل ما أجي، إزاي أنا أدفعها أونلاين عن طريق أبليكيشن. كل ده هنجده في الأبليكيشن اللي نزل حديثا باسم النيمك، هو اختصار لكلمة المتحف القومي للحضارة المصرية باللغة الإنجليزية، فممكن أي حد ينزله عادي من قبل ما يجي المتحف، هيديله كل المعلومات اللي هو محتاجها عن المتحف في من قبل ما يوصل كمان حتى المتحف. أخيرا دكتور، متعودين دايما يبقى فيه خطوات تطوير للمتحف وإضافة مقتنيات يعني أخرى وافتتاح قاعات، إيه خطة التطوير الجاية لإدارة متحف الحضارة في الفسطاط؟ والله احنا بنتمنى ان شاء الله، بنطمح ان شاء الله ان في الفتره الجايه ان شاء الله عندنا قاعه النسيج المصري ان شاء الله في خلال شهور قليله هيتم افتتاح قاعه النسيج المصري بامر الله. دي هتبقى تضاف الى قاعات المتحف القومي للحضاره المصريه وهتبقى من ضمن مسار الزياره للزائر اللي هيجي المتحف، فان شاء الله قريبا في خلال شهور ان شاء الله تكون القاعه دي مفتوحه ان شاء الله بامر الله. شكرا جدا على وجودك معنا. يعني بسنت وشاذلي، ده كان لقائنا مع دكتور سيد ابو الفضل، عرفنا معلومات جديده عن متحف الحضاره والتطويرات اللي جايه، وكمان يعني بنجدد دايما دعوتنا المفتوحه لكل المصريين ان هم لازم يزوروا متحف الحضاره، لان هم هيروحوا بصراحه في رحله عبر التاريخ يشوفوا يعني مجموعه من المقتنيات النادره من عصور ما قبل التاريخ وصولا للعصر الحديث. برجع لكم مره ثانيه في الاستوديو. يعني يمكن من اجمل الاماكن اللي زرتها، كل الشكر ليكي زميلتنا جرمين إبراهيم ولضيفك الكريم. دلوقتي مشاهدينا هنروح لفاصل ونرجع من بعد نكمل باقي فقرات. مرحبا بحضراتكم من جديد من بعد الفاصل، ولسه مستمرين معاكم في اخر فقره معانا في صباح الخير يا مصر. امبارح الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول ايجيبتس 2022 في دورته الخامسه. المؤتمر كان فيه رسائل مهمه جدا واشادات بمصر من المنظمات الدوليه اللي بتعمل في مجال الطاقه والبترول. خلونا نتكلم بقى بتفاصيل اكتر مع ضيفنا المهندس صبري الشرقاوي، رئيس شعبه البترول والتعدين بنقابه المهندسين وخبير الطاقه. صباح الخير ومنورنا. وصباح الخير يا مصر. اهلا بيك يا باشمهندس. يعني حابين نعرف من حضرتك دعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لطبعا البترول او قطاع البترول بشكل عام والمعرض ايجيبتس بشكل خاص. هو في الحقيقه يعني فخامه الرئيس كان اول واحد يبتدي في حضور مؤتمر زي ده، ما كانش قبل كده يحصل الكلام ده. طبعا بالنسبه للدعم كان أكبر دعم كان حصل من السيد الرئيس في حقل ظهر. حقل ظهر كان المفترض أن ياخد من 3 سنين لخمس سنين عشان يكتمل ويبدأ الإنتاج بتاعه. بالضغط من الرئيس ومقابلته برئيس شركة إني والاتفاق معاه على تخليل المدة، تم تقليل المدة دي من 5 سنين وثلاث سنين إلى 18 شهر. وطبعا لما أنتج حقل ظهر تغيرت الخريطة البترولية في مصر كاملة، لأن احنا قبل افتتاح حقل ظهر كنا بنعاني من نقص في إمدادات الغاز الطبيعي، وكنا بنستورد غاز طبيعي لأن كان الاستهلاك المحلي كان أقل أكتر بكتير من الانتاج. يعني وصلنا في فتره ل 4 مليار قدم مكعب، النهارده احنا انتاجنا حوالي 7 مليار قدم مكعب. الدعم بتاع فخامه الرئيس ادى الى الانجاز السريع والشورت كات، او ان احنا خدنا خطوات سريعه جدا كانت المحصله بتاعتها الانتاج السريع من هذا الحقل. مش ده بس، كمان يعني يمكن حضرتك تلاحظي ان الرئيس حتى في الكهرباء لما تقابل مع سيمنز وقعد معاهم وخدوا خطوات، وكان ايامها لسه احنا ما عندناش القدره الماليه على تنفيذ مشروعات كبيره زي دي، ورغم كده الحمد لله اكتملت المشروعات
وبقينا حاليا عندنا فائض اكثر من 25% من الكهرباء. كذلك البترول حاليا عندنا بعد ما كنا عندنا نقص في الانتاج لا يكفي الاستهلاك المحلي، اصبح اليوم الحمد لله بنصدر من مصنعين كبار اللي هم مصنع الاساله في الاي ان جي في ادكو، والمصنع الثاني سيجاز في دمياط. صادراتنا وصلت قد ايه من البترول؟ حاليا صادرات مصر حوالي 2000 مليون قدم مكعب في اليوم. كويس، فطبعا ده رقم كبير جدا، وده الطاقه بتاعتهم، يعني الطاقه بتاعت مصنع ايدكو 1300 مليون قدم مكعب في اليوم اساله، وسي جاز ده اللي كان توقف حوالي 8 سنوات وبدا العمل من شهور، وصل انتاجه حاليا اشتغلوا 800 مليون قدم مكعب في اليوم. ودي طبعا فاسيليتي كانت موجوده وفيها استثمارات كبيره جدا، وكانت متوقفه من ايام الثوره يعني. طيب ازاي بقى ايجيبتس اصبح نافذه لصناعه الغاز والبترول في الشرق الاوسط وفي افريقيا؟ تمام، ما هو حضرتك لو جينا احنا وقلنا ان مؤتمر يكون فيه 11 وزير بترول، ويكون فيه حوالي 20 رئيس شركه عالميه، وتسع امناء، و450 عارض من 80 دوله، وفيهم حوالي 40 شركة مصرية والباقي من الدول الأخرى. لما يكون مؤتمر يجمع كل هذا الكم من العارضين ومن الدول، وكمان لما نشوف رئيس الطاقة وكالة الطاقة الدولية يحضر، والدكتورة أبو زيد اللي هي مواضيع الطاقة في أفريقيا، وكل هذا التجمع بتكون النتيجة بتاعته أن أولاً إظهار لما عندنا في مصر من استثمارات بترولية كبيرة، وهتأدي في المستقبل إلى وهتكون في المؤتمر ده إعلان لمزايدة عالمية. المزايدة العالمية دي هتدخل فيها الشركات اللي موجودة، فنزود الاستثمارات، هتزود الاستثمارات، وكمان هيكون في اتفاقيات دوليه كبيره جدا في هذا المؤتمر، وبدات اوريدي من امبارح، يعني بدات اكثر من اتفاقيه مع شركات كبيره جدا. كمان من دعم فخامه الرئيس انه امبارح يقابل شركات زي شركه اباتشي وشركه بي بي شركه الغاز البريطانيه البريتش بتروليوم وشركه اباتشي. لما الرئيس يقابل رؤساء الشركات دي بتديهم الدفعه طبعا، راس الدوله، وكمان الثقه ان لا ده البترول في مصر مهم، وكمان بيقابلنا فخامه الرئيس، فدي بتديهم انه لا الاهتمام بيهم كبير. والأهمية هذا الملف، احنا عندنا استراتيجيه للطاقه المتكامله والمستدامه 2035 لو حضرتك اتكلمنا على ابرز ملامحها. حضرتك اللي بدات التفكير في هذا الموضوع من حوالي 4 سنين، ان نضع حتى لا نرجع الى ما كنا عليه. بدات الوزاره وضع خطه ل 2035 تعتمد على الضمان الامدادات، بمعنى ان احنا لا يمكن في يوم نيجي نلاقي نقص للغاز او في مصر. اثنين، ضمان استدامه الموارد الماليه. ليه؟ لان حضرتك كنا وصلنا في فتره ان الديون للشركاء وصلت ل 6.3 مليار دولار. فحضرتك لما يكون ليك ديون بمثل هذا الشكل تتوقف عن ضخ استثمارات جديده. حاليا وصلت 850 مليون. 850 مليون دي فاتوره عاديه بالنسبه للغاز، فاتوره عاديه شهريه. فالحاجه الثالثه ان ازاي اطور القطاع بحيث ان يتواكب مع الحداثه اللي موجوده في العالم والشركات العالميه، وازاي انا اشتغل معاهم وعلى الطرق بتاعتهم واكون مواكب معاهم في التجديد وفي الاب تو ديت الحاجات اللي هي التكنولوجيا الجديده. واعتماد على الشباب، وبدا الوزاره تهتم بالشباب، والسنه دي كانت النسخه الثالثه من تمكين الشباب.
كويس، ودي موجوده حاليا في المعرض، بحيث ان احنا كل سنه بنزود عدد الشباب اللي بيشتغلوا في البترول وبيدوهم وفرضوا على الشركات الاجنبيه ان هي تاخدهم تعلمهم في شركاتها خارج مصر طبعا، سواء شركات امريكيه او شركات بريطانيه او ايطاليه زي اني، بتاخد الشباب دول تعلمهم الاحدث التكنولوجيا الموجوده ويرجعوا ينفذوه في مصر وبيرجعوا لينا، بيبقى البرنامج زي البرنامج الرئاسي كده. ده مهم جدا طبعا. حضرتك اتكلمت من شويه عن زياده مصر في صادراتها للغاز، حابين نتكلم عن اهم الاتفاقيات اللي مصر يمكن مضيتها في الفتره اللي فاتت لتصديرها للغاز. هو في خلال يعني اقول في خلال 2021 لو اتكلمنا في السبع سنين كويس هنقول حوالي 99 اتفاقيه. ب 348 بئر تم حفرها، 27 مليار دولار. لو اتكلمنا عن 21 بس هنقول ان احنا عندنا اكتر من 39 اتفاقيه، 8.1 من 10 مليار دولار. رقم برضو بيحصل في سنه واحده طبعا، ارقام كبيره جدا. في 21 الاهم ان تركيز السيد الرئيس على المواطن المصري، بمعنى انا الغاز ده بتاع مصر لازم يستفيد منه المواطن المصري. بعد ما كنا بنوصل في السنه ل 200 الف و 100 الف شقه، وصل حاليا المعدل السنوي ل 1.2 مليون وحده سكنيه. توصيل الغاز 1.2 مليون وحده سكنيه ده رقم كبير جدا، ما كناش حتى في مع جائحه كورونا لم تتوقف، كنا شغالين ولم تنخفض عدد التوصيل للوحدات المنزليه. وصل النهارده احنا 13 مليون وحده سكنيه، وفي يونيو الجاي ان شاء الله قادم هنوصل 13.5 مليون وحده سكنيه. دي شغالين على ده وشغالين على احلال السيارات كمان. احلال السيارات حضرتك حاليا وصل ل 420 الف سياره، ده غير السيارات المتقدمه اللي هو بيجددها حاليا وبيدي مكانها سياره جديده وبيحولها للغاز. وصلت المحطات حاليا ل 600 محطه كويس، وهتوصل ل 1000 محطه على مستوى جمهوريه مصر العربيه متوزعه على المحافظات، يعني لتمويل السيارات بالغاز طبيعي. عشان يشجع الناس على، لان الاول كان عشان تروح محطه غاز هتروح مسافه كبيره وهتقف طوابير، واحنا مش عايزين ده صح كويس. حاليا التسريع في انشاء المحطات الغاز ده عظيم جدا، هيوصل ل 1000 محطه. عندما وصل 1000 محطه ده بل بالعكس، ده عملوا محطات متنقله، لما لقوا الموضوع هيتاخر شويه عمل محطات متنقله، المحطه الواحده تمول حوالي 500 سياره. بتجوب المحافظات ولا ايه؟ بتروح في يعني اماكن، كل محافظه مثلا فيها عدد معين من هذه السيارات، اللي فيها عدد على حسب عدد السيارات اللي هي فيها غاز. يعني في دلوقتي الستاتستكس او الاحصائيات للسيارات الغاز، فانا لو عندي مثلا مكان فيه ضغط متوقع فيه ضغط لسيارات الغاز او لسه قدامي شويه مثلا وانا بعمل البنزين او محطه يعني الغاز، في 400 تحت الانشاء، حلو، في 600 تم انشائهم وتشغيلهم، وفي حوالي 400 محطه يتم انشائهم حاليا. فلغايه دي بتحصل انا بودي محطات متنقله تمول حوالي 500 سياره، وكمان ساعات بيملى مره ثانيه فيمول حوالي 1000 سياره. فتحويل الغاز طبعا الطاقه النظيفه بالنسبه للبنزين او السولار او كده، وخصوصا السيارات اللي هي بتشتغل بالسولار، لما تحولها انت حضرتك لغاز معناها انك انت قللت انبعاث الكربون طبعا، وده مهم جدا جدا. كمان في المعرض ده هيكون لاول مره كويس التحدث عن الهيدروجين الاخضر كويس، اللي هو المستقبل بالنسبه للطاقه النظيفه. المؤتمر ده وجود فخامه الرئيس والاهتمام العالمي ادى ان الوكاله الدوليه للطاقه اختارت مصر عضو فيها كممثل لافريقيا. عظيم كويس. وكمان حضرتك عارفه ان في شهر 11 عندنا كوب 27 اللي هو المؤتمر الوكاله الدوليه للاهتمام بالمناخ، واخد بال حضرتك ده هيكون في شرم الشيخ ان شاء الله في شهر 11 كويس. فكل ده خلى مصر على خريطه افريقيا، على خريطه العالم، ممثله لافريقيا. صحيح كويس، ودور وداعم للدول الافريقيه طبعا، داعم. وحضرتك لو شفت امبارح الرئيس لما اتكلم وقال كويس انه هو كافريقيا مش كمصر، احنا النهارده دفعت الفاتوره، ما تدفعش فاتوره مرتين
كويس، لان يعني كان الاستعمار و و و صحيح. وبعد كده حاليا كمان الموارد اللي في افريقيا كبيره جدا، ومع ذلك 54 دوله كويس، لما نشوف لما يقولوا لنا فيهم 900 مليون لسه بيطبخوا بالطرق البدائيه، بتأدي ان يموت منها 400,000 سنويا، وده رقم كبير جدا كويس. ما زلنا نشوف احنا حضراتكم احنا وصلنا لايه في الطاقه وفي الايام دي، وما ذلك ومع ذلك ما زالت في تفاوت ما بين الدول الافريقيه في الطاقه بالذات، تفاوت طيب. كبير باشمهندس، احنا وقتنا خلص، لكن كنا عايزين نعرف من حضرتك في النهايه كده، سمعنا ان في بنزين 98، لا هو لغايه دلوقتي البنزين 95، واقفين عند ال 95، هينزل 98 قريب؟ لا البنزين 95 ده هي خصوصا في اسيوط بدا عمل موضوعات المصنع اللي هو عالي الاوكتين اللي هو الخط في الموتور، واخد بال حضرتك ان هو ايه عمليه الموتور الانجكشن وكده، طبعا ال 92 احسن من ال 90 او بالنسبه لل 80، في 95 بيكون احسن شويه، لكن في 98 لا ما فيش، هينزل قريب اخبار عنه؟ مش عايزينه. 95 حلو قوي يعني. 95 هايل. لا 95 احنا كنا سمعنا الكلام ده، فقلنا نتاكد من حضرتك. 95 كويس قوي يعني. كل الشكر لحضرتك يعني المهندس صبري الشرقاوي، رئيس شعبه البترول والتعدين بنقابه المهندسين وخبير الطاقه، متشكرين على وجود حضرتك. شكرا جزيلا يا فندم. شكرا. كده مشاهدينا نكون وصلنا الى ختام حلقتنا النهارده، بنشكر حضراتكم على المتابعه، بكره ان شاء الله حلقه جديده من صباح الخير يا مصر، وصباح الفل على حضراتكم.